يا مساء الفل على حضراتكم، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من بي ان بي اون تايم. ان شاء الله اكون موجود معاكم لمده ساعتين من دلوقتي. امبارح منتخب مصر بيحقق فوز مهم جدا على ليبيا في تصفيات كاس العالم، والشيء العظيم الحقيقه اللي اتحقق كمان، يعني امبارح خلينا نقول فوزين او انتصارين، يعني انتصار لمنتخبنا الوطني وفوز منتخب مصر طبعا، وهو الانتصار الثاني النقل التلفزيوني للمباراه، عشان مصر امبارح تكون بتحقق انتصارين زي ما كنت بتكلم في الاول، وهو الحصول على الثلاث نقاط في تصفيات كاس العالم، والثاني اننا اثبتنا للعالم اننا قادرين على اذاعه مباراتنا بشكل مميز، وقلنا للعالم كله الحقيقه ان لما بيكون معانا الحقوق بنقدر نقدم منتج مميز للعالم كله يشوفه ويلاحظ ويتفرج ويقول حقيقه هي دي مصر، وهو ده اللي احنا عايزين نتفرج عليه من خلال تغيير كبير حصل في كل حاجه امبارح الحقيقه. وان شاء الله المستقبل هيكون افضل، سواء على مستوى اذاعه مباريات المنتخب او على مستوى مباريات الدوري، ولكن لازم نكون كلنا فخر بنقل تلفزيوني مميز ومحترف، وبيقول ان المنظومه بتطور بتنسيق طبعا ما بين الهيئه الوطنيه للاعلام وشبكه قنوات اون تايم سبورتس، وفريق عمل قدر انه ينجح انه يقدم صوره مميزه للمشاهد المصري اللي يستحق ان هو يشوف الصوره دي. دايما بتتكلم ان الماتشات، ان اذاعه المباريات ما بتكونش فيها دايما مشاكل، ولكن امبارح قدرنا الحمد لله بفضل الله نثبت للناس كلها ان احنا قادرين ننجح لما بيكون معانا الحقوق، وبنظهر الصوره اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. طيب ده بالنسبة يعني حاجة كنت حابب أتكلم فيها في الأول قبل ما أبدأ أي كلام فني عن منتخب مصر وأي حاجة ندخل في فنيات المباراة، ولكن كنت حابب أبدأ بالنقل التلفزيوني اللي تم امبارح. طيب نرجع نتكلم عن منتخب مصر مع كيروش اللي نجح إنه يحسم الصدارة امبارح ويحقق المطلوب وبيفوز بثلاث نقاط عشان يبقى في صدارة مجموعته من طبعا ليبيا، المنتخب القوي منتخب ليبيا. يا جماعة ما حدش يقول أصلا أنت بتلاعب في الآخر منتخب ليبيا، لا، منتخب ليبيا منتخب قوي جدا، بيضم لعيبة مميزة، منظم جدا، معاهم مدير فني كبير هو الأسباني خافيير كلامنتي، طبعا واحد من المديرين الفنيين اللي يعني عامل طفرة الحقيقي مع منتخب ليبيا. طيب خلينا نمشي واحدة واحدة كده بالورقة والقلم. كيروش مسك منتخب مصر من شهر واحد فقط، يعني 30 يوم بالتمام والكمال، ما تلعبش خلال ال 30 يوم دول غير مباراة السوبر اللي كانت بين الأهلي وطلائع الجيش، ومباراتين في كاس مصر بين سموحة وبيراميدز، والمباراة التانية كانت الأهلي وإمبي. طيب يعني هنا بتتكلم عن لعيبة مصر كلها مش جاهزة بشكل كامل، يعني أعتقد لما تيجي في 30 يوم عندك 3 ماتشات بس تلعبه، فمستحيل تكون اللعيبة جاهزة، غير انهم كمان خارجين من موسم طويل جدا وموسم مرهق مؤثر على المستويات بشكل كبير جدا، فكل دي حاجات كانت عقبات عند كيروش قبل ما يبدا مهمته مع منتخب مصر. طيب على المستويات رقم 2 محمد صلاح، يعني عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا في موضوع محمد صلاح يا جماعه، عشان الناس ابتدت تتكلم كتير عن فكره محمد صلاح، وصل محمد صلاح في منتخب مصر مش بنفس القوة اللي بيكون موجود فيها مع ليفربول، وهو اللي بيكون مقصر، وهو اللي ما بيكون متخاذل مع منتخب مصر. الكلام ده مش صح تماما. انت لما تيجي تتكلم اتكلم بعقلانية، اتكلم شوية. اللي انا بتفرج على ماتشات ليفربول وعارف كويس جدا مين اللعيبة اللي بتلعب بجانب محمد صلاح في ليفربول وتحتيه، ومين اللعيبة اللي بتلعب بجانب محمد صلاح في منتخب مصر وتحتيه. دي نقطة مهمة جدا، لازم انت قبل ما تحكم على مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر او الفوارق ما بين مستوى محمد صلاح في منتخب مصر وليفربول، لازم تبقى واعي كويس جدا ان انت فاهم اللعيبة اللي هنا مين واللعيبة اللي هنا مين. هنا انت الراجل معاه ألكسندر أرنولد، هندرسون، ساديو ماني، يوتا، كل دي لعيبه جنبه في نادي ليفربول. مش بقلل من لعيبه منتخب مصر عشان ما تطلعش تقول ما هو انت كده بتقلل من لعيبه منتخب مصر، لا، انا بس بوصل لك فكره ان محمد صلاح مش هو
محمد صلاح بتاع منتخب بتاع ليفربول مع منتخب مصر. هي دي الفكره، هي دي النقطه. محمد صلاح مع منتخب مصر بيرجع بينزل تحت خالص عشان يرجع يستلم الكره ويجي يعمل مشوار طويل قوي تاني لحد ما يوصل بيها قدام. ده ما بيعملوش مع ليفربول. فده هنا الفرق، هنا محمد صلاح فرق غير كلام كتير جدا طبعا. طيب لازم كمان نوضح ان منتخب ليبيا كان عامل كماشه امبارح قويه جدا وقافلين على محمد صلاح بشكل كبير جدا، وده اللي كان مخلي فيه اريحيه نسبيه لعمر مرموش وعبد الله السعيد في الجانب الثاني. كانوا ممكن كده يسجلوا اكتر من هدف مبكر في الشوط الاول، ويعني لو كان في شويه توفيق لعمر مرموش في الاول. فبالتالي طبيعي انك تلاقي محمد صلاح مختفي، ولكن اختفائه بيدي مساحات للعيبه اللي موجوده الثانيه. مش مختفي هو مش موجود وباقي اللعيبه كمان مش موجوده، لا يعني هو مختفي عشان يوسع للعيبه اللي موجوده في المنتخب زمايله يقدروا يتحركوا باريحيه اكتر. هو الضغط كله على محمد صلاح، وده شفناه امبارح من منتخب ليبيا عامل كماشه زي ما بتكلم على محمد صلاح باتنين لعيبه، كل ما بيستلم الكره بتلاقي معاه اتنين لعيبه من منتخب ليبيا. فاعتقد هي دي الفكره لمحمد صلاح. رقم ثلاثه، لازم نشيد بكارلوس كيروش الراجل المهمه الرسميه الاولى ليه مع منتخب مصر. لازم تتكلم وتديله حقه من هنا لحد بكره. على ايه؟ على ثقته في عمر مرموش. عمر مرموش اللي عنده 22 سنه، عمر مرموش اللي بيثبت امبارح للناس كلها. ناس كتير امبارح طلعت اتكلمت هو او ما كانش معلوم للجميع عمر مرموش، يعني خلينا برضو صراحه، في ناس كتير ما كانتش تعرف عمر مرموش، ما مش بيتابع قوي شتوتجرت الالماني، ما بيتابعش الدوري الالماني، فهو ما عندوش خلفيه عن اللاعب. فكان بالنسبه له امبارح مفاجاه، راجل عنده 22 سنه وكارلوس كيروش فضل انه يعتمد عليه في الملعب لحد ما نجح انه يسجل هدف الفوز في الدقيقه 49، وفضل في الملعب لحد الدقيقه 77. مرموش بيلعب على مين؟ يعني هو مقعد مين على الدكه؟ مقعد رمضان صبحي، مقعد احمد سيد زيزو، لانه واحد من اللعيبه المميزه جدا واللي خلاه يكون افضل لاعب شاب في الدوري الالماني خلال شهر سبتمبر الناس كلها بتتكلم عليه في المانيا. فانت ما ينفعش تتجاهل لعيب بيلعب في الدوري الالماني ومش بيلعب في فريق واقع. شتوتجرت في المانيا فريق كويس، فريق بيمتلك لعيبه كبيره جدا، فبياخد لاعب الشهر سبتمبر. ولما يجي لاعب عندك بالامكانيات دي مع مدرب كبير زي كيروش اكيد لازم تستغله كويس. هنا بتفرق حته المدرب، هنا بتفرق حته المدير الفني، هو رؤيته الفنيه عامله ازاي، هو شايف ولا لا. ممكن ما يكونش عارف اللعيبه اللي موجوده، ما يكونش عارف امكانيات اللعيبه اللي موجوده، ولكن في الاخر هو عينه كويسه، وهو امبارح بيريسك، عرف يريسك بعمر مرموش ونجح في الريسك بتاعه الحقيقه، وقدر يسجل عمر مرموش هدف امبارح الفوز لمنتخبنا الوطني. يعني اعتقد خلينا نشبه كده اللي عمله كيروش امبارح بخطه، يعني مش عارف عارفين فيلم تروي ولا لا، بالخطه بتاعت اللي هو خلى الناس كلها تركز مع محمد صلاح وبدا المساحه الثانيه لعبد الله السعيد وعمر مرموش. هو ده اللي عمله امبارح كيروش. انت اي مدير فني او اي منتخب هيجي يلعب منتخب مصر هيبقى عينه الاولى والاخيره على محمد صلاح. قفل لي على محمد صلاح كويس جدا عشان اقدر اتحكم في منتخب مصر. وده اللي عمله امبارح كليمنتي مع محمد صلاح. فبالتالي اشتغل كيروش على النقطه دي، ساب الناس كلها مع محمد صلاح واشتغل هو على عمر مرموش من ناحيه الشمال مع عبد الله السعيد. عمر مرموش هيكون ليه مستقبل كبير جدا مع منتخب مصر، ويكون ان شاء الله ليه مستقبل كبير جدا كمان في الدوري الالماني وفي اوروبا، وبيدينا امل ان عندنا يطلع بقى مشروع جديد. يعني عندنا فخورين كلنا بمحمد صلاح والعالم كله بيتكلم عن محمد صلاح، بس نفسنا يبقى عندنا لاعب واثنين وثلاثه محمد صلاح، مش بس هو لعيب وحيد بس هو اللي دايما بتتكلم عنه، يبقى عندك واحد واثنين وثلاثه، يبقى النموذج محمد صلاح ده بيتكرر عندنا هنا في مصر، وكل ده في الاخر هيكون مفيد ليك انت كمنتخب مصر. طيب امبارح وسط الملعب الهجومي كان مقفول جدا على منتخب مصر، وكان عبد الله السعيد متحجم بشكل كبير، وانا عندي بعض التحفظات على عبد الله السعيد. عبد الله امبارح ما كانش في احسن حالاته. عبد الله امبارح يمكن الناس كلها اتكلمت عن فكره هو ده عبد الله السعيد، مش هو ده عبد الله السعيد اللي احنا متعودين عليه، وناس كتير ربطت ده بموضوع قفشه. ولكن احنا دلوقتي عندنا
وفره في المركز ده الحقيقه. يعني انت عندك ابراهيم عادل بيلعب 10، ممكن يلعب مكان عبد الله السعيد، ومش عايز انسى قفشه الحقيقه لان هو واحد من نجوم الحته دي، اللي وجوده الفتره الجايه هيفرق مع منتخب مصر لما يرجع، لانه لاعب بيعرف يلعب في مركزين، بيعرف يلعب 10 كويس جدا وبيجيد اللعب برده 8. فانت هيفيد كيروش سواء ايا كان، لو انت هتلعب ب 4 3 3 هو مفيد ليك، ممكن يلعب كتالت في نص الملعب، ولو بتلعب برقم 10 قفشه برده مفيد ليك. فهي كل دي نفس الفكره، فالدورين مطلوبين دفاعيا وهجوميا، لكن كيروش لسه مش عارف امكانيات اللعيبه كامله، لانه لسه ما شافش ماتشات محليه، لسه مش عارف المستويات اللعيبه الحقيقيه اللي معاه في منتخب مصر عامله ازاي. منتخب مصر عنده ماتش مهم جدا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مع منتخب ليبيا في طرابلس، محتاجين فيها انك تلاقي منتخب مصر بيلعب بنفس القوه، بيلعب بنفس التركيز عشان ترجع من هناك بنتيجه ايجابيه. ما عندكش بديل، خلينا متفقين، انت خدت 3 نقاط هنا مهمين جدا وفي ظروف صعبه جدا، بس انت برضو هناك في ليبيا محتاج 3 نقاط تانيين، ومش عايزين نلعب بحته اللي هو ما احنا لو تعادلنا ما احنا ممكن نقفل، ولو تعادلنا خدنا نقطه فاحنا كده في الامان. بلاش نلعب في الحته دي خالص، خلينا انت لازم تحصد هناك 3 نقاط، بيبقى 3 نقاط هنا و3 نقاط هناك، يبقى انت كده فعلا بتقول ان انت منتخب مصر، منتخب مصر باللعيبه اللي موجوده قادر تكون موجود في كاس العالم ان شاء الله 2022. كيروش مدرب كبير ولعيبه منتخب مصر قادره ان هي تحقق بصراحه اي شيء، بس انت لازم تركز بشكل كامل، تستغل اي ربع فرصه عشان تسجل هدف. واعتقد الطريقه اللي نهى بيها كيروش المباراه امبارح هي اللي هيبدا بيها لقاء ليبيا، اللي هي 4-3-3، لما خرج عبد الله ولاعب طارق حامد بقى بيلعب في 3-3 في نص الملعب. اعتقد هي دي الشكل اللي هيظهر بيه كيروش او منتخبنا الوطني في ليبيا، لان هو هناك هيبقى رايح برضه بحته ان انا عايز امن، عايز اخرج من هناك بنتيجه ايجابيه ايا كانت ايه هي، تعادل تمام، كسبت فتمام. فهو اعتقد هيلعب بثلاثة نص الملعب، طارق حامد السولية في نص الملعب، ممكن نشوف بقى طارق حامد والسولية وحمدي فتحي، ويعتمد على محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد في الهجوم. بس برضو لازم نكون حذرين من منتخب ليبيا اللي عنده لعيبة كويسة جدا، عنده مدرب فاهم كويس جدا هو بيعمل ايه، بيعرف يحرك لعيبته جوه الملعب بشكل مميز جدا. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله نقدر نرجع من ليبيا بالفوز اللي بيقربنا بنسبة كبيرة جدا من التأهل للمرحلة النهائية في تصفيات كاس العالم 2022 ان شاء الله. طيب، يعني اكيد كلام كتير، واكيد الناس كلها كانت بتتابع الماتش امبارح. خلونا ناخد واحد من نجوم منتخب ليبيا السابقين، طبعا احمد بن سويد. كابتن احمد، برحب بيك، مشرفني ومنورني. اهلا وسهلا، مرحبا بيك كابتن حمزه. طبعا واحد من نجوم اهلي بنغازي، ومنورني ومشرفني. وتابعت امبارح المباراه ازاي؟ شفت منتخب ليبيا امبارح ازاي؟ شايف صعوبة المباراة هتكون في ليبيا كمان ازاي؟ والله مباراة امبارح كانت مباراة بصراحة جيدة ومتوازية بين الفريقين. يعني كان الفريقين في مستوى عالي من النضج الكروي والخطط الفنية، ولو أن المنتخب المصري كان هو الأفضل وخاصة في الشوط الثاني، واستطاع أن يقتنص فرصة الهدف مع بداية الشوط الثاني ويفوز بالمباراة، ونتمنى لهم الاستمرار في بقية مبارياتهم. فالمباراة كانت متوازية يعني بين الطرفين. كابتن احمد، كان ليك تجربة لتدريب المنتخب الليبي، شايف ايه نقاط الضعف اللي عند منتخب ليبيا اللي ظهرت امبارح؟ والله الفريق الليبي امبارح يعني لعب يعني في معظم فتراته ضغط على الفريق لاعبي الفريق المصري، مما اتاح للفريق المصري انهم يلعبوا كما يريدون. المفروض ما يغالوش في المراقبه الشخصيه، يفترض على اساس وخاصه في الخط الامامي بالنسبه للفريق الليبي، اللي يفترض يلعبوا على امكانياتهم، لان يملكوا لاعبين جيدين في خط الهجوم، ولكن هم كانوا حريصين على الناحيه الدفاعيه ومراقبه مهاجمين الفريق المصري اكثر من اللازم. يعني
كابتن احمد، شايف ان كليمنتي ممكن يغير طريقه لعبه؟ يعني شفنا امبارح بدا بشكل ممكن يغير طريقه لعبه في المباراه القادمه امام منتخب مصر، محتاج يكسب، محتاج 3 نقاط، ممكن طريقه اللعب تتغير ولا هيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها امبارح؟ لا، هو بالتاكيد هيتتغير طريقه اللعب وهيركز على الناحيه الهجوميه اكثر، وخاصه في الاوقات في نصف الشوط الثاني. ربما الشوط الاول يلعب بنفس الوضعيه اللي لعب بها في مصر في القاهرة، ولكن في الشوط الثاني يعني حيحاول بقدر الإمكان أن يرمي بكل أوراقه وخاصة الأوراق الهجومية لكي يسجل هدف. وإذا كانت في الشوط الأول متعادل 0-0 فتعتبر نتيجة جيدة للفريق الأول، لأن أنا متأكد أن كليمنتي حيرمي كل أوراقه الهجومية، وعنده يملك أوراق هجومية جيدة في الشوط الثاني ليقتنص هدف على الأقل يضمن له الفوز مثل ما فعل الفريق المصري في المباراة الأولى. يعني امبارح يمكن شفنا كليمنتي عارف يقفل على محمد صلاح معظم اوقات المباراه، ولكن في المباراه القادمه عنده محمد صلاح وعنده عمر مرموش، يعني يمكن امبارح هو شاهد عمر مرموش ما كانش في حسابات كليمنتي امبارح، شايف ممكن يتعامل مع ده ازاي؟ لا، هو بالتاكيد حتكون في مراقبه يعني صارمه على اللاعبين الاثنين هذوم، لان طبعا محمد صلاح هذا لاعب كبير ولاعب ممتاز على مستوى العالم وباين للاعيان جميعا يعني. اما عمر مرموش فهو لاعب ناشئ ويملك امكانيات رهيبه وحيكون من اللاعبين الجيدين ربما حتى على مستوى العالم مثل محمد صلاح، لانه يملك امكانيات فنيه ومهاريه ومراوغه، يملك المراوغه لان حتى الهدف راوغ 2 أو 3 وسددها بقوه في الزاويه البعيده عن النشنوش. وبالتاكيد حيراقب اللاعبين المهاجمين اثنين هذوم مع الاحتفاظ في كما قلت لك يعني ان في الشوط الثاني حيحاول بقدر الامكان انه يمشي المباراه خاصه في الشوط الاول بمراقبه شديده، اما في الشوط الثاني حيرمي بكل اوراق لانه خلاص ما عادش فيه يعني ما عندوش حاجه يبكي عليها زي ما بيقولوا. اي نعم اي نعم. الهوني هو واحد من نجوم منتخب ليبيا، امبارح جلوسه على دكه البدلاء في الشوط الاول شايف ان هو كان ممكن يبدا اللقاء؟ لا، هو ربما يكون مصاب الهوني يعني لان اذا كان مش مصاب يبدا كليمنتي غلطان، يفترض انه يلعب لانه لاعب جيد ويملك مكانه جيد، لكن اللي عارف انه يشتكي من ارهاق ومن شد عضلي، وهذا السبب اللي ما باش يلعبه من الاول يعني. اما في المباراه الثانيه اليومين هذين حيحاول بقدر الامكان يدير تمرينات الاستشفاء، بالتاكيد حيكون ممكن من بدايه المباراه يلعب من بدايه المباراه يعني. منتخب ليبيا قادر يعمل نتيجه ايجابيه هناك، هيكون بيلعب باريحيه اكتر، بيلعب على ارضه، ولا شايف ده معايير ممكن تكون بتصب في صالح المنتخب الليبي؟ لا، هي بالتاكيد ان المعايير تصب في مصلحة الفريق الليبي، لان اولا الملعب مش مثل الملعب برج العرب لان اصغر مساحه، وفي نفس الوقت النجيل نتاع نجيل صناعي، وهذا ممكن يصعب من مهمه الفريق المصري في هذه الاداء، زياده على ان الفريق الليبي دائما في ارضه يلعب بحماس وبقوه كبيره يعني، فهمت؟ فمما هذه حيصعب مهمه لاعبي الفريق المصري، ونتمنى ان المباراه تسير في كم روح رياضيه مثل ما صارت المباراة الأولى بإذن الله. يعني أكيد مباراة كانت قوية والمباراة القادمة كمان هتكون قوية. كابتن أحمد، بنتمنى كل التوفيق للمنتخبين ونشوف مباراة ليه باسم المنتخبين بإذن الله. كابتن أحمد بن سويد نجم منتخب ليبيا السابق، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني، وأكيد المباراة هناك ما تقلش أبدا عن المباراة هنا. أنت كنت محتاج 3 نقاط هنا، محتاج 3 نقاط هناك، ممكن يكون معاك إن أنت تاخد نقطة واحدة، ولكن احنا كمصريين محتاجين 3 نقاط هناك برضو عشان نكون في الامان ونكون في صدارة مجموعتنا ان شاء الله. طيب خلونا ناخد على الهاتف واحد من نجوم مصر طبعا ونجوم النادي المصري البورسعيدي، محللنا هنا طبعا في اون تايم سبورتس، كابتن عمرو الدسوقي. كابتن عمرو، مساء الفل عليك. حبيبي يا يحيى، ودايما منور دايما حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يا حبيبي. مستمعين الناس المشاهدين كلهم دايما في تألق يا حبيبي. حبيبي يا كابتن عمرو، منورني. وشفت المباراه امبارح ازاي؟ يعني امبارح كنا كلنا مستنيين 3 نقاط غاليين جدا ومهمين، وفتره صعبه بيعيشها منتخب مصر مع مدير فني جديد، شفت المباراه امبارح ازاي؟
والله يحيى الحقيقة يعني المباراة كانت صعبة جدا بالنسبة للمدير الفني والجهاز الفني لمنتخب مصر، وده ان ده اللي يدل على تركيز بشكل كبير جدا، يعني التركيز بالنسبة للجهاز الفني وكان واضح على الوشوش كلها. صحيح. كل الجهاز كان مركز من اول كيروش لغاية يعني عامل غرف الملابس بالنسبة لمنتخب مصر. فمن هنا يجي لك بقى اللي هو نهاية الشكل نفسه، هو اللعيبة داخل الملعب. ويمكن احنا شفنا اداء المنتخب امبارح، الشكل والاداء بصراحة يعني الشوط الاول كان فيه حافز كبير جدا، لان اللعيبة كانت عايزة تحقق حاجة معينة، وكان في يمكن الضغط من بداية المباراة كان واضح بشكل كبير جدا، وان انت تحط ليبيا في وسط ملعبها، وان انت تستحوذ على الكرة التانية بشكل كبير جدا، وما تديش اي منفذ لان هجمات المرتدة بالنسبة لفرقة ليبيا ان هي تبقى موجودة في الملعب. فده كان واضح بشكل كبير جدا في الشوط الاول مع بداية الشوط الاول، ويمكن الضغط الهجومي هو اللي ادى واثر على ان يظهر منتخب مصر بالشكل القوي دوت. بداية الضغط هو ده الاساس نفسه بالنسبة لخطة كيروش. اعتقد ان كيروش نجح في اول اختبار له، ويمكن كان اختبار صعب جدا لان كان راهن على لعيبة كانت موجودة في الملعب، اعتقد ان هي ما كانتش معروفة بالنسبة لجمهور صحيح. مصر كله. فاخد وخاطر بالنسبة لمخاطرة عمر مرموش وادى بنجاح بشكل كبير جدا. هو الوحيد اللي كان مقتنع بان عمر مرموش يبدأ المباراة، ويمكن من حظه الكويس ان عمر مرموش ظهر بشكل قوي جدا وادى بشكل قوي، ويمكن سبب من اسباب فوز مصر امبارح هو اللعيب الناشئ الصغير المحترف في المانيا. فانا شايف وجهه نظري كيروش هو اللي عمل الحاله من البدايه للنهايه، واعتقد ان ده بان من تركيز اللعيبه اللي كان موجود في الملعب. كابتن عمري انا عايز اتكلم معاك شويه فنيات، بدايه من محمد صلاح، اللي الناس ابتدت تطلع تتكلم اصل محمد صلاح وجوده في المنتخب مش زي وجوده في ليفربول. عبد الله السعيد، ويمكن عبد الله السعيد امبارح عليه بعض علامات الاستفهام، اداؤه امبارح ما كانش هو عبد الله السعيد. عمر مرموش بيتالق زي ما كنت بتتكلم يا كابتن عمرو، واحد من نجوم اللقاء امبارح، واحد من رهانات كارلوس كيروش في الظهور الاول ليه. بص يا يحيى، احنا عايزين يعني ناخدها واحده واحده. يعني بالنسبه لعبد الله السعيد كان له مهام معينه في الملعب ووسط الملعب. اعتقد ان عبد الله بذل مجهود كبير جدا في الشوط الاول، وكان ظاهر بشكل كويس جدا، من حيث يعني عايز اقول لك يعني فك طلاسم الدفاع بشكل كبير جدا. ويمكن اللي خلى منظر عبد الله السعيد في الشوط الاول يعني مش الظاهر بشكل زي ما احنا متعودين على عبد الله السعيد، ان ما كانش اصلا في مساحات، المساحات كانت ضيقه جدا، ويمكن ده ظهر برضه مع صلاح. صلاح لما تحرر بشكل كبير مثلا في الشوط الثاني حسينا ان لا يعني ممكن يبقى له وجود، بدا ينزل يستلم، بقى في مساحات تقدر تتكلم فيها، بقى في اسيست. يمكن الشوط الاول محمد صلاح كان بادئ يعني مش بيشتغل على نفسه فردي، كان بيشتغل جماعي. يعني الكوره اللي حطها لمصطفى محمد في الشوط الاول وكذا اسيست كان حاطه لعبد الله السعيد والناس الفراوده اللي كانت قدام. فانا عايز اقول ان الناس ممكن تكون تتفهم الضغط الهجومي اللي احنا كنا عاملينه، ما كانش فيه مساحات كبيره في وسط ملعب فرقه ليبيا، عشان كده هو ده اللي ظاهر اللعيبه الهجوميه بتاعتنا سواء محمد صلاح او عبد الله سعيد بالشكل ده. المساحات كانت ضيقه جدا، يمكن ده ادى بان كله مركز على ناحيه صلاح. يعني حتى الراجل المدرب بتاعهم كان حاطط اكتر من ثلاث لعيبه يعني ناحيه صلاح، فده يمكن اللي فك شويه الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه كانت بتشتغل فتوح مع عمر مرموش، كان في مساحات، كان يعني مرموش كان بيشتغل بشكل فردي كويس لان كان عنده مساحات كبيره، كان التركيز كله على ناحيه صلاح في الدفاع بالنسبه للشكل الهجومي المنتخب مصر. فانا عايز اقول المجمل ان انت النهارده لا ما بتوجد مساحات، لا يعني مهاره اللعيبه دي هتلاقيها موجوده. لو بتلاعب فريق بيلعب بشكل مفتوح هتلاقي مساحات هيقدر يشتغل فيها صلاح، هيقدر يشتغل فيها عبد الله السعيد. فانا شايف ان انت لما تحط سبوت على عبد الله او صلاح او الشكل الهجومي عموما لمنتخب مصر او مصطفى محمد، لا يعني المباراه كانت من بدايتها كانت مقفوله. يمكن ما بداتش تتفتح شويه غير يمكن الشوط الثاني مع التغييرات بالنسبه للمدرب ليبيا،
وحتى تغييرات كيروش كانت يعني تغييرات ممتازه جدا قفلت وسط الملعب بالنسبه لفرقه مصر، وده يمكن من الجانب الايجابي جدا يا يحيى اللي الناس مش فاهماه. يعني كيروش امبارح عمل تغييرات مهمه جدا جدا ادت الاستقرار في وسط ملعب منتخب مصر. هو عمل تغيير رجع لطريقته اللي هو اللي بيلعب بيها اغلبيه وقت 4-3-3، تغيير طارق حامد لما نزل طارق حامد وبيلعب بجانب السوليه والنني. برافو عليك. بس التغييره دي هو اشتغل على دماغ مدرب ليبيا، يعني مدرب ليبيا عمل تغييرات 4 تغييرات ورا بعض سريعه، فهو اشتغل على الدماغ ده وبدا يستحوذ على الكره. قاري الماتش ماشي ازاي وقاري دماغ الراجل. لو تيجي تلاحظ قبل التغيير اللي عمله كيروش في وسط ملعب منتخب مصر كانت دايما الكره الثانيه كانت لمنتخب ليبيا. صحيح. وده كان هيعمل مشكله كبيره جدا في الاستحواذ على الكره الثانيه. مع تغيير طارق حامد بدا يدي الاستقرار في وسط الملعب، بدا يبقى فيه 3 محاور دفاعيه، بدا يستحوذ على الكره الثانيه، بدا الخروج الامن للهجمه المرتده بتاعتنا، ولكن يمكن ما تأدتش بشكل اللي هو المطلوب، ولكن كان في مساحات كنا ممكن نستغلها مع خروج الكره يعني بشكل سليم بالنسبه للاطراف سواء صلاح او عمر مرموش، حتى رمضان صبحي لما نزل كان بيأدي بشكل جيد جدا، ويمكن اخترق من الجبهه الشمال بتاعته، ويمكن عمل كذا كوره يمكن كانت مميزه الشوط الثاني. فانا شايف على المجمل اداء المنتخب مميز جدا، اللي كان مركز فيه قدر يوصل له بشكل مميز. فاعتقد ان الامور ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيبقى في استقرار فني مع كيروش واللعيبه. طب كابتن عمرو، من وجهه نظرك هل كيروش غير طريقه لعبه؟ يعني ممكن يستغنى عن عبد الله السعيد في المباراه اللي جايه ويلعب بثلاثه في نص الملعب، يستغنى عن 10، غير طريقه لعبه، يلعب ب 4-3-3 هناك من البدايه؟ والله انا شايف ان هو هيفكر في الشكل ده، وطارق حامد ده كانت تجربه للمباراه القادمه. يعني انت فاهم، لان انت محتاج ان انت طبعا في ملعب ليبيا لازم يبقى انت ليك السياده في وسط الملعب. صحيح. لكن الكره الثانيه لازم يبقى في استحواذ بشكل كبير جدا. فانا شايف ان ممكن يعني عبد الله السعيد يبقى له وقت من المباراه، ممكن يبقى تغييرات على حسب سير المباراه يعني، ويبدا في وسط الملعب طارق وسولية والنني. فده شكل دفاعي كويس جدا، ولكن الاعتماد بقى على المساحات على محمد صلاح ومرموش. برافو عليك. هناك بقى هتختلف القصه، هتختلف هناك يا يحيى. المساحات هتبقى موجوده، الاداء الهجومي والهجمه المرتده لمنتخب مصر هتبقى مميزه جدا. صحيح. فانا شايف مع التوفيق ان شاء الله الاطراف مرموش حاجز مكانه يا كابتن عمرو. اكيد طبعا. لا بس هيبقى في منافسه ما بين رمضان ومرموش، وهيبقى عندك تريزيجيه بعد كده. فانا شايف ان المنافسه هتبقى قويه في المكان ده، ولكن النهارده عندنا نجم كبير بيظهر بشكل ملفت للغايه. فاعتقد ان حتى يعني جمهور مصر امبارح يعني هو مع خروجه كله بيسقف له في الكافيهات، وفي مصر كلها الناس كلها بتسقف لعمر مرموش، وده حقه. يعني بصراحه الولد عمل جيم عالي. صحيح. جدا من بدايه المباراه لغايه ما خرج، فاعتقد ان هو ادى بشكل مميز جدا. صحيح. كابتن عمرو دايما بتشرفني وبتنورني، شرفتني ونورتني وبشكرك شكرا جزيلا. اكيد واحد يا يحيى، انا جدا مبسوط جدا معاك، وبالتوفيق ان شاء الله باذن حبيبي يا كابتن عمرو، واحد من نجومنا اكيد، نجوم تحليل اون تايم سبورتس كابتن عمرو دسوقي، كان مشرفني ومنورني. طيب 3 نقاط مهمين، فوز مهم لمنتخبنا الوطني، ظهور اول لكارلوس كيروش امبارح، ايجابيات كتير امبارح في مباراه منتخب مصر ومنتخب ليبيا. خلينا نستعرض مع حضراتكم اهم ماتشات اليوم في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، اثيوبيا وجنوب افريقيا وغينيا والسودان في نفس التوقيت الساعة 3، غانا زيمبابوي الساعة 6، وتوجو والكونغو الساعة 6، غينيا بيساو مع المغرب، والسنغال وناميبيا الساعة 9. آخر ماتشين، كل التوفيق أكيد لكل منتخباتنا العربية بإذن الله. طيب سؤال حلقة النهاردة، توقعاتك لمباراة منتخب مصر مع ليبيا يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله في الجولة الرابعة لتصفيات كاس العالم، وهنقرا اجابات حضراتكم باذن الله في نهايه حلقتنا النهارده. طيب خلينا نروح نشوف كيروش قال ايه بعد مباراه منتخب مصر امبارح امام المنتخب الليبي، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. I think there is no doubt we deserve the 3 points. من غير اي شك اعتقد ان احنا استحقينا الـ3 نقاط. We play good football. This was my expectation before the game. لعبنا كره قدم جيده، وده اللي انا كنت بتوقعه قبل المباراه. That we should finish the game more early with more goals. بس اعتقد ان احنا كان المفروض ننهي المباراه بدري عن كده باهداف اكتر من كده.
But the players they did very well with a lot of concentration. بس اللعيبة أدت بشكل كبير كان في تركيز بشكل عالي. 90 minutes on top of the ball on top of Libya. 90 دقيقة بيحاولوا على كل كرة هم أقوى بيهاجموا دائما الفريق الليبي. And I think with the quality. بيروحوا على الفريق الليبي. With the quality of our game we make them crash. وأعتقد بسبب الأداء الجيد إحنا كنا بنلعبه سببنا بعض المشاكل and الفريق there الليبي. There is no doubt that we deserve this win and be now top in the group. ومن غير أي شك إحنا استحقنا النتيجة ودلوقتي تصدرنا المجموعة. But I also would like to make a word for the Libya team. بس برضو كنت عايز أوجه كلمة للمنتخب الليبي. They show today why they top of the group before they play against us. النهاردة أظهروا لنا إيه السبب إن هم كانوا متصدرين المجموعة قبل ما يقابلوا النهاردة. شوفنا النهاردة كل مرة الفريق عنده لاعبين على مستوى جيد. Good coaching, good organization. عنده مدرب جيد، تنظيم جيد جوه الملعب. And was really necessary to play with full concentration to control this team of Libya. فكان لازم فعلا تلعب بتركيز عالي جدا عشان تقدر تتحكم في الفريق ده او تسيطر عليه. Now that we have this position we are leading the group. دلوقتي احنا في مركز المتصدر المجموعه. We gonna fight until the end to keep this position. هنقاتل لحد النهايه عشان نفضل نحافظ على صداره المجموعه. In order to move to the next step. عشان نقدر نتحرك للخطوه اللي بعد الخطوه اللي احنا فيها حاليا دي. And I'm very happy with them. اللعيبه بتبذل اقصى ما عندها وانا سعيد بده. افضل ما عندها. And now next game start now. والمباراة القادمة ابتدت من دلوقتي. And now how we gonna prepare the next game? First of all, with good recovery. وازاي نحضر نفسنا للمباراة القادمة؟ أول حاجة إن إحنا نستشفى بشكل جيد من المباراة دي. We need to rest. محتاجين إحنا نريح. We need to be ready to play in different conditions. محتاجين نكون جاهزين إحنا نلعب في أجواء مختلفة. I'm sure Libya now. They have a home game and. وأنا متأكد إن ليبيا دلوقتي المباراة اللي جاية على ملعبها في ملعبهم. They only think how to get back to the first position of the group. وهم بيفكروا تفكير بس إن هم إزاي يرجعوا متصدرين المجموعة من جديد. Normal. وده شيء عادي وطبيعي. But we only think how to keep our position on the group as well. وإحنا برضو بنفكر إزاي نحافظ على مركزنا. So it's gonna be a tough game for sure, very tough game. وأكيد هتكون مباراة قوية جدا يعني. طيب الراجل دايما بيتكلم عن ان انت لازم تكون متصدر مجموعتك، ده اهم شيء، اهم حاجة ان يبقى معاك 3 نقاط من المباراة اللي انت بتلعبها. كان ممكن تكسب امبارح اكتر من واحد، ولكن توفيق وعدم توفيق، وشايف اهمية المباراة ان شاء الله اللي هتكون في ليبيا. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني مع كارلوس كيروش اللي خلاص بيبتدي ياخد ثقة الجمهور المصري بعد كل 3 نقاط بيحصدوا مع منتخب مصر. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم في بيون تايم، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في بي اون تايم وجوله اخباريه كده لاخبار منتخبنا واخبار النادي الاهلي والزمالك وكل الانديه المصريه. طيب نبتدي من منتخب مصر، ولاعيبه منتخب مصر بياخدوا مرانا صباحيا اليوم السبت قبل السفر الى ليبيا، وتحديدا اللاعبين المستبعدين من مباراه امس في الجوله الثالثه بتصفيات كاس العالم، على ان ياخد جميع اللاعبين مرانا وحيدا غدا الاحد في ليبيا قبل مواجهه يوم الاثنين ان شاء الله. وقال كابتن وائل جمعه مدير المنتخب الوطني ان كل الموافقات اللازمه خلاص تم الحصول عليها من اجل السفر الى ليبيا، وكل شيء جاهز، يتبقى فقط ان شاء الله الحصول على 3 نقاط في ليبيا. طيب بتتوجه بعثه منتخب مصر مع كارلوس كيروش في الخامسه مساء اليوم ان شاء الله السبت النهارده إلى ليبيا، وتحديدا إلى مدينة بنغازي على متن طائرة خاصة من مطار برج العرب بالإسكندرية لخوض مباراة الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم أمام منتخب ليبيا إن شاء الله المحدد ليها يوم الاثنين زي ما كنت بقول لحضراتكم على استاد طبعا في بنغازي المغطى بالنجيل الصناعي. وأضاف كابتن وائل جمعة مدير المنتخب أنه تم الاستقرار على عودة البعثة على طائرتها الخاصة إن شاء الله بعد انتهاء المباراة يوم فجر يوم الثلاث بإذن الله. كل التوفيق أكيد لمنتخبنا الوطني، 3 نقاط هنا في مصر إن شاء الله يكون 3 نقاط أخرى في ليبيا بإذن الله. طيب
خلاص قفلنا ملف منتخب مصر، نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيدرس الجهاز الفني بالنادي الاهلي مع طبعا بيتسو موسيماني تغيير طريقه اللعب في ضربه البدايه ببطوله دوري ابطال افريقيا في مباراته امام فريق الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 اكتوبر ان شاء الله اللي جاي، في ظل غياب طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من اللعيبه اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا موسيماني، هو محمد مجدي قفشه صانع الالعاب، واللي طبعا بيعتمد عليه بشكل كبير في خطه اللعب مع النادي الاهلي. بيغيب اللاعب عن رحله النيجر بعد حصوله على اجازه من الجهاز الفني للاحتفال بزفافه، وشايف الجهاز الفني انه من الافضل تغيير طريقه اللعب بدل يلعب ب 4 3 3 بدل من 4 2 3 1، لان الطريقه الاخيره كانت ملائمه في وجود قفشه، ولكن مع غيابه اعتقد 4 3 3 هتكون انسب من الطريقة اللي بيلعب أو المعتاد عليها بيتسو موسيماني. وطبعا اللي هو بيلعب بثلاثة في نص الملعب ممكن يكون عمرو السولية، ألي ديانج، وحمدي فتحي، هم الثلاثة اللي هيكونوا في خط وسط النادي الأهلي. وفي الهجوم مش هيختلف كتير، محمد شريف، حسين الشحات، محمود كهربا، أو طاهر محمد طاهر، أيا كان مين الأجهز فيهم بالنسبة لوجهة نظر طبعا موسيماني. كمان الجهاز الفني بيشوف طريقة اللعب 4-4-2 ممكن تكون مناسبة للعيبة اللي موجودة، يلعب برباعي في وسط الملعب، ومن السولية أليو ديانج أو حمدي فتحي، ومعهم حسين الشحات وكهربا أو طاهر، عشان يكون بيلعب بثنائي هجومي محمد شريف وصلاح محسن، أو كهربا هو اللي هيحدد الأيام اللي جاية، وهو الراجل أكيد عنده وجهة نظر، عنده لعيبة، بيشوف مين أجهز، مين الفت اللي ممكن يقدر يكون بيشارك في المباراة القادمة، على حسب طريقة اللعب اللي هتتغير كليا بسبب طبعا عدم وجود محمد مجدي قفشة، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيعتمد عليهم موسيماني. فاعتقد انه مش هيلعب بعشرة، فهيبتدي يغير طريقة لعبه ايا كانت 4-3-3 او 4-4-2، ويلعب باثنين سترايكر، ايا كان الطرق الانسب للعيبة اللي هتكون موجودة او الاجهز بالنسبة لموسيماني. طيب محمد هاني واحد من اللعيبة اللي في النادي الاهلي اللي مش ظاهر في الفترة الاخيرة مع موسيماني، ومحمد هاني عبر عن استيائه من تهميشه في الفريق من قبل المدير الفني بيتسو موسيماني. وقام محمد هاني عمل جلسة مع كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق خلال الفترة الأخيرة، أكد من خلالها أنه مستاء جدا من عدم إشراكه والاعتماد بشكل دائم على أكرم توفيق في مركز الباك رايت. يمكن محمد هاني الفترة الأخيرة بعد ظهور أكرم توفيق بالشكل اللي احنا شايفينه، محمد هاني ابتدى يكون موجود على دكة البدلاء، ما بيشاركش، ما بياخدش ماتشات كتير، فابتدى يتكلم مع كابتن سامي قمصان اللي هو عايز ياخد فرصة، وطلب المدرب العام من محمد هاني ضرورة التركيز فقط في التدريبات، اعمل اللي عليك، ركز، اشتغل على نفسك، وسيب حرية المشاركة ان انت تكون موجود او مش موجود دي للمدير الفني، هو صاحب القرار الاول والاخير في اختياراته، ولكن انت لازم تكون مستوعب ان الامر ملوش دعوة باي حاجة، ملوش دعوة بمشاكل شخصية او ملوش دعوة باي حاجة شخصية بينك وبين موسيماني، هو الموضوع فني بحت بين ان انت اكرم توفيق راجل جاهز، الراجل شايفه هو اجهز، هو اللي موجود دلوقتي، فاعتقد هو اللي بيلعب بشكل اساسي، ولكن خليك انت بعيد عن اي صدام ممكن يحصل بينك وبين بيتسو موسيماني. ده بالنسبة لمحمد هاني. طيب كشف مصدر بالنادي الأهلي عن شرط مسؤول النادي الأهلي بشأن إلغاء عقوبة تغريم لاعب الفريق الأول والجهاز الفني مبلغ 300,000 جنيه، وده طبعا زي ما حضراتكم عارفين بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش. وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي اشترطوا لإلغاء غرامة 9 ملايين جنيه المفروضة على لاعب الفريق في النادي الاهلي على خلفيه خساره طبعا بطوله الدوري العام وكاس السوبر شرطا واضحا. وكمل كمان كلامه ان اداره النادي الاهلي وعدت لاعبي الفريق بالنادي الاهلي والجهاز الفني ان هم يتم النظر في العقوبه ومن ثم امكانيه الغائها حال نجاح الفريق في الفوز ببطوله كاس مصر. ده الكلام اللي كان موجود داخل النادي الاهلي، او ممكن العقوبه تتشال او لا، ولكن كل ده لسه ما فيش حسم في الموضوع لحد دلوقتي. بس هم كانوا بيتكلموا ان فكره ان خلاص انت خصمت ماتش السوبر، ولكن لو انت كسبت بطوله الكاس فممكن العقوبه دي تتشال. طيب نروح من النادي الاهلي لنادي الزمالك. وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان ازمه القيد خلت حازم امام يكون مش هيرحل عن نادي الزمالك. يمكن كلنا عارفين ان كان الحته دي باك رايت موجود حمزه المسلوسي، حازم امام، الناشئ احمد عيد، وبعد كده جه كمان حمدي النقاز. فاعتقد هنا ابتدى يفكر حازم امام ان هو
مش هيبقى ليا مكان، مش هيبقى ليا دور واضح مع نادي الزمالك في الفترة اللي جاية في وجود المسلوسي وحمدي وكمان أحمد عيد الناشئ اللي موجود كبديل ثالث، فهيبقى الموضوع كتير، أربع لعيبة في مركز واحد، فابتدى يفكر إن هو يخرج عن نادي الزمالك. ولكن أوضح مصدر داخل نادي الزمالك إن حازم إمام تراجع عن الرحيل، خاصة وإن أزمة القيد أبعدت حمدي النقاز عن التواجد مع الفريق. طبعا حازم امام كان بيفكر في الرحيل زي ما قلت لحضراتكم بعد التعاقد مع حمدي النقاز، ولكن ازمه القيد خلت حازم امام يقفل الموضوع تماما ومكمل مع نادي الزمالك في الموسم اللي جاي. ما اعتقدش في لاعب خلاص هيرحل عن نادي الزمالك بعد ازمه القيد اللي موجوده مع نادي الزمالك، كل اللعيبه هو يعتمد على كل اللعيبه اللي موجوده هي اللي مكمله معاه الموسم اللي جاي. طيب، رفض كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال الساعات اللي فاتت انتقال محمود عبد العزيز لنادي فيوتشر، وجي رفض كارتيرون لرحيل اللاعب الاحتياج الى اللاعب خاصه بعد الازمه. هي دي نفس الفكره اللي كنت بتكلم فيها، ان انت مستحيل تفرط في لاعب دلوقتي وانت عندك ازمه قيد، انت ما عندكش لعيبه اساسا هتتايد عشان تطلع محمود عبد العزيز او حازم امام او ايا كان مين اللاعب اللي هيتم خروجه من نادي الزمالك غير اللعيبه اللي موجوده على قائمه الانتظار. خلاص عمر كمال عبد الواحد بيرحل، حمدي النقاز لسه، محمود شبانه لسه، ممكن يفضلوا على قائمه الانتظار، ولكن في الاخر ما اعتقدش اي لاعب متايد داخل نادي الزمالك هيكون بيرحل عن نادي الزمالك في الوقت ده، لان انت محتاج كل لاعب معاك في الموسم اللي جاي. طيب، استقر مجلس اداره نادي الزمالك على ان يتم خلال الايام اللي جايه تجديد عقد الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعه، واتفق مجلس نادي الزمالك على ان يتم كمان تجديد لطارق حامد وابو جبل بعد الانتهاء من التجديد لعبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي. خلاص لازم يبتدي يجدد اللعيبه اللي موجوده، اللعيبه اللي هيعتمد عليها الموسم اللي جاي، كل اللعيبه اللي معاه لازم تكون موجوده في الفتره اللي جايه. طيب، ده بالنسبه لنادي الزمالك. كشفت تقارير صحفيه سعوديه عن مصير المحترف التونسي بصفوف نادي الزمالك حمدي النقاز بعد ايقاف طبعا ناديه عن قيد، واشارت المصادر وفقا لصحيفه عكاظ السعوديه لان نادي اهلي جده انهى اتفاقه مع حمدي عشان يكون موجود في الفريق خلال الفتره اللي جايه. حمدي يمكن كان سمعنا كلام كتير ان هو هيكون موجود في بيراميدز، بيكلموه في فيوتشر، ايا كان ايه الفريق اللي كان هيكون بينتقل ليه حمدي في الفتره اللي جايه، لان هو مش هيجلس طبعا على في قائمه الانتظار لنادي الزمالك. ف خلاص يعني حمدي هيكون موجود بنسبة كبيرة جدا في الدوري السعودي في الموسم اللي جاي. طيب، طارق حامد واحد من اللعيبة المهمين جدا داخل نادي الزمالك، خلاص طارق حامد بيوافق على تجديد عقده مع نادي الزمالك خلال الأيام اللي جاية، ووضع طارق حامد بعض الشروط للتجديد أهمها الحصول على قيمة عقده خالص الضرائب، وأنه يحصل اللاعب على 14 مليون جنيه في الموسم الواحد، وشايف اللاعب أنه لازم يكون بيأمن مستقبله في الفترة دي. يمكن طارق حامد عقده بينتهي في نهاية الموسم اللي جاي، وبيحق له طبعا انه يوقع لأي نادي في يناير الجاري، فأعتقد ان نادي الزمالك لازم يجدد لطارق حامد، واحد من الأعمدة الرئيسية لنادي الزمالك في المواسم اللي فاتت، وكمان الموسم الجاي انت محتاجه بشكل كبير جدا. طيب، لسه داخل نادي الزمالك وبيستعد فريق الزمالك لكرة اليد لخوض آخر مباراة ليه في كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية. بيلعب نادي الزمالك في الساعة 3 عصرا أمام الوحدة السعودي في مباراته الثانية بالمجموعة الثانية في المرحلة اللي هو فيها، وبيحتاج نادي الزمالك للفوز مع الحفاظ على فارق الأهداف بينه وبين الدحيل القطري والنور السعودي، في حال كمان ان هو يحقق اي منهم الفوز على الاخر لضمان المركز الخامس في الترتيب العام. يمكن الزمالك كسب 38-19 فريق جامعه سيدني في اطار مباريات تحديد المراكز من الخامس الى العاشر عشان يكون رصيده في الترتيب العام نقطتين في المركز الخامس. يمكن الناس كلها كانت مستنيه ظهور نادي الزمالك امام نادي برشلونه في بدايه المشوار، بيخسر امام برشلونه ولكن كان عاملين مباراه كبيره جدا وما كانش الفرق كبير، يعني الفرق خسرت ولكن كانت مباراه كبيره من لعيبه نادي الزمالك وما كانش الفرق كبير. والحقيقه الجيل اللي موجود دلوقتي في نادي الزمالك جيل عظيم، جيل قادر ان هو يمشي بالشكل اللي احنا شايفينه، فان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك باذن الله، وان شاء الله يكونوا كده بيحققوا نتيجه ايجابيه باذن الله.
طيب دي كانت اخبارنا النهارده. ان شاء الله لسه مكملين مع حضراتكم، هنطلع لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم. نستقبل اول ضيوف النهارده في اون تايم، احمد مختار المحلل الرياضي، بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين معاكم في بي اون تايم. دلوقتي جه معادنا للحديث عن منتخبنا الوطني ولكن بشكل فني مع محللنا الرياضي احمد مختار. ابو حميد مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن منور، وانا سعيد ان انا معاك النهارده حبيبي. منورني ومشرفني حبيبي. ونبتدي كده سخنين يلا على مع طول مع بعض يلا. شفت امبارح المباراه ازاي؟ فوز مهم جدا امبارح لكارلوس كيروش في الظهور الاول ليه مع منتخب مصر. خلينا نتكلم بشكل عام الاول عن المباراه، بعد كده نفصص المباراه كده. طبعا زي ما حضرتك قلت هو فوز مهم جدا، يعني اعتقد الناس كلها كانت مستنيه الماتش ده، اول ماتش رسمي للفريق بعد فتره يعني من التخبط او كده. طبعا الدوري واقف بقاله فتره صحيح، مفيش ماتشات كتير. كارلوس كيروش كان الناس كلها مستنيه هيعمل ايه اول ماتش، خاصه ان وضع الفريق في المجموعه، رغم ان المجموعه كانت من النظره الاولى سهله لكن بعد التعادل في الجابون الوضع بقى صعب بعض الشيء. طبعا انك بتلاعب متصدر المجموعه على ارضك هو مش محتاج يكسب، دي حاجه تانية صعبه جدا. فبالتالي نتيجه الماتش حتى 1-0 نتيجه مش كبيره، فوز مش سهل لكن مهم جدا. اعتقد بان الاداء نفسه كان في ناس كتير متضايقه، لكن انا بشكل شخصي شايف ان الفريق لعب بشكل جيد، مش بس النتيجه كانت جيده. كارلوس كيروش بدا يبقى ليه ملامح الفريق. طبعا يعني الحكم مبكر جدا، لسه في ماتش كمان يوم الاثنين، ماتش صعب جدا جدا صحيح. ومش عايزين نفرط في التفاؤل، لكن على الاقل الفريق من النظره الاولى بقى فيه شويه نقاط جيده، سواء على مستوى التنظيم، سواء على مستوى تألق بعض الاسماء الجديده خاصه عمر مرموش، سواء على مستوى النتيجه، انك على الاقل هتلعب في ليبيا وانت متصدر المجموعه، ودي هتفرق جدا. وان شاء الله نكرر الاداء ده بشكل افضل مع الفوز في مباراه اللي هي في ليبيا، عشان الواحد يعني يستريح على الاقل في الفتره القادمه، خاصه ان التعادل نتيجه مش وحشه لكن اعتقد الفوز افضل طبعا. خاصه يعني انت تبقى ضامن بشكل كبير، انت لو لعبت يعني على التعادل ممكن تخسر. ده اكيد، خاصه ان هو كمان معاه مدرب كويس جدا، يعني احنا بنتكلم ان كارلوس كيروش مدرب محترم وليه سي في كويس، لكن برضه خفير كليمنتي مدرب مش سهل، مدرب طبعا عنده خبره جدا كبيره، ومدرب حتى انا شخصيا شايف اللي هو حتى في ماتش العوده مش هيندفع من البدايه، وهيحاول دايما اللي هو يلعب بنفس طريقه ماتش الذهاب على الاقل لحد نهايه الشوط الاول، وبعد كده هيحاول يعني يعني يظهر اوراقه. وبالتالي هي المباراه يعني مدرب جيد، ومباراه مش هتكون سهله زي ما ماتش الذهاب اللي هو فعلا ما كانش سهل حتى بعد التقدم في النتيجه. احمد، ايجابيات وسلبيات امبارح ظهرت في الماتش، خلينا نبتدي بمنتخبنا الاول وبعد كده نتكلم عن منتخب ليبيا. اكيد في ايجابيات ظهرت امبارح ويمكن ابرزها هو عمر مرموش صح، وفي سلبيات ناس بتتكلم عن شكل الاداء مش هو ده احسن حاجه لسه، عبد الله السعيد بعيد، حاجات كتيره جدا. شايف نقاط ايه اللي ظهرت امبارح سواء ايجابيه او سلبيه في منتخب مصر؟ طبعا يعني عمر مرموش طبعا دي هي الايجابيه الكبيره في البدايه، هو يحسب للمدرب اللي هو يعني راهن عليه طبعا. ويحسب برضو يعني على بقى اللي ضده بقى، سواء حتى المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، اللي هو عدم وجود لاعب زي ده، خاصه ان الفريق كان محتاجه جدا، يعني بعد اصابه تريزيجيه ما بقاش موجود فعليا اللعيب اللي هو الجناح اللي يقدر تقول عليه الانسايد اللي هو بيكسر لجوه وبيسجل صحيح. زيزو نفسه لعيب كويس لكنه على اليمين اكتر من اليسار، فبالتالي رمضان صبحي لعيب كويس لكن برضه لسه عنده حته التاثير على المرمى مش زي يعني تتناسب مع مهارته الكبيره، وبالتالي مرموش كان خيار جيد. المتابع الجيد لفريق زي شتوتغارت، هو في البدايه حتى مرموش لما دخل المانيا راح مع فريق فولفسبورغ، هو فريق دايما المتابع الجيد للدوري الالماني عارف ان الفريق ده هو فريق عينه كويسه جدا في المواهب الصغيره، فلما فريق صحيح. زي فولفسبورغ يراهن على لاعب زي مرموش وياخده معاه وبعدين يعيره الفريق زي شتوتغارت، ده كله بيؤكد ان اللعيب ده عنده حاجه كويسه. كمان حتى بقى لما بنتكلم خططيا، وده يعني كيروش انت حتى بنتكلم خططيا عارف عندنا مشكله في ايه، ان عمر مرموش هو ظهر للناس امبارح بالزبط. يعني هو في ناس كتير مع ان الراجل بيلعب في شتوتغارت وقبلها كان بيلعب في فولفسبورغ، يعني بيتكلم في الدوري الالماني ومش معروف بالنسبه للناس، يعني هو ابتدى امبارح، هو اول تعارف بينه وبين الجمهور المصري هي امبارح. هو يقول لك البعيد عن العين مش عارف بعيد عن القلب او العكس، فعليا الراجل كمان كان يعني موفق انه سجل هدف، يعني لو ما كانش سجل الهدف ده الناس بتاخد بشكل كبير برضه بالمزار او الانطباع الاول صح. كان ممكن تلاقي انتقادات كبيره، ولعيب زي ده اللي احنا مشروع لعيب جيد مش هنقول حتى لعيب كبير صحيح. لكن على الاقل هو مشروع كويس، كان ممكن من اللحظه الاولى يحصل اجهاض للمشروع ده، وده عشان كده كان في توفيق كبير منه ومن كيروش اللي هو اللعيب ده هو اللي يسجل
يسجل هدف الفوز طبعا. وكمان هو يعني انا بشوف اللي هو كان القطعه الناقصه في يعني انا شايف خطه كروش في اتنين ناقصين. الحاجه الاولى هو الراجل طول عمره بيلعب بخطتين 4-1-4-1 و4-3-3 في النهايه المنتخب بقاله فتره كبيره جدا بيلعب بطريقه لعب 4-2-3-1 لما بتلعب 4-3-3 انت محتاج حاجتين. اول حاجه الجناح الانسايد اللي هو زي محمد صلاح لكن انت محتاج في الناحيه الثانيه واحد زي كده طبعا. مش موجود تريزيجيه, رمضان مش هو اللعيب اللي بيقدر يسجل اهداف كتير, في نفس الوقت زيزو جناح يمين, فبالتالي مرموش كان اللاعب اللي هو فعليا يقدر يبقى هو الانسايد على اليسار يقدر يدخل المركز 10 يقدر يسجل اهداف, وده اللي حصل بالنص في الهدف الاول. كله من ناحيته امبارح يعني اعتقد بالزبط. كل اللعب من ناحيه عمر مرموش هو يعني الفكره كلها يعني احنا كمان هنتكلم خططيا اللي هو فكره كان بيعمل سويتشنج كويس جدا صحيح. اللي هو صلاح كان اللعيبه كلها مركزه عليه بيقابل باثنين وثلاثه منتخب ليبيا. كليمنتي عارف صلاح كويس جدا خاصه طبعا. بعد تالقه الكبير في ماتش السيتي فبالتالي يعني فكره كروش كانت سهله جدا, احنا هنحاول نركز على صلاح, هتقفل على صلاح وانا هلعب بالظبط, انا هاخد الناحيه يعني صحيح. هو كمان كان يعني عبد الله السعيد لو كان فورما او لو كان اصغر شويه كان الوضع كان يبقى افضل كتير كمان, لان ده يعتبر هو يعني القطعه الثانيه بقى الناقصه عشان تطبق 4-3-3 اللي صح. هو لاعب الوسط رقم 8 او المركز 8 ودي حتى الان عبد الله السعيد بكل صراحه يعني ناس بتتكلم اللي هو سنه الحالي ولياقته هو رقم 10. خلينا نتكلم يعني بقى من الاخر يعني هو لعيب كويس وطبعا كارير وتاريخ, لكن فعليا هو هيديك كويس جدا اذا لعب 4-2-3-1 في المركز 10. لكن لما انت عايز تطبق اللي هو خط الوسط اللي هو رقم 8 اللي هو لا بصراحه يعني الناس بتتكلم هو امبارح بصراحه مش بتاعته بعيدا بقى عن مستواه اللي هو كان سيء او كويس او لياقته البدنيه عاليه او لا, لكن فعليا اذا عايز لعيب الوسط اللي هو بيتحرك كتير اللي هو بيميل على اليسار او اليمين ما اعتقدش ان عبد الله السعيد هيقدر يطبق الدور ده خاصه في الماتشات اللي هتبقى فيها تنافسيه عاليه. فدي اعتقد هي دي القطعه الثانيه اللي هي ناقصه في منتخب مصر. شايف ايه البديل في الحته دي يعني انا شايف الجزء الثاني يعني اخر نص ساعه في ماتش العوده على الاقل ممكن جدا نلعب بطريقه لعب 4-3-3 اللي هو بثلاثه لعيبه خط وسط صراحين يعني طارق حامد مركز 6 هو ده احسن مركز ليه, اثنين قدامه عمرو السوليه واللعيب الثاني اما حمدي فتحي او محمد النني. حمدي فتحي على فكره هو لعيب 6 لكن في ميزه كبيره وتعلمها من ايام ريني فايلر اللي هو اللعيب اللي دايما بيطلع لقدام صحيح. وعلى فكره قفشه نفسه يعني انا مش عارف ايه سر الاستماع بالظبط يعني ريني فايلر في الموسم اللي هو الاستثنائي مع الاهلي اللي هو كان لعيب قفشه بيلعب اوقات كتير كان بيلعب 8 لان صحيح. المدرب السويسري كان بيلعب بطريقه لعب 4-3-3 واللعيب كان مميز جدا فيها طبعا هو زاد بعد كده مع موسيماني باهدافه وكده, لكن هو فعليا بدا في المكان اللي هو خط الوسط المكمل كان في فتره فايلر واعتقد ممكن يطبقها كويس جدا تبقى في جبهه قويه مع عمر مرموش مع احمد فتوح مع اللعيب الثالث اللي هو خط الوسط الثالث قفشه بقى او هيلعب عمرو السوليه في المكان اكتر في طريقه لعبه. لو هو غير طريقه لعبه ال 4-3-3 زي ما انت بتقول اعتقد قفشه مفيد ليه جدا. انا شايفها مفيد عشان كده انا شايف يعني حتى استبعاده يعني ما اتكلموش بشكل كبير, لكن فنيا انا لو هو فنيا فانا مختلف معاه جدا جدا حتى لو بديل فشايف اللي هو كان هيبقى خيار كويس خاصه انت محتاج لعيب الوسط الثالث. ناس كتير كانت بتتكلم عن صلاح اللي هو صلاح مش زي الليفر, صلاح على الاقل امبارح يعني انت بتتكلم في 5-6-7 كرات كان بيستلم خط صلاح الوسط. مش هو محمد صلاح اللي في ليفربول, هي الفكره في حته ان اللعيبه اللي جنب محمد صلاح مش هي اللعيبه اللي في ليفربول ولا ان انت هو مضغوط عليه بشكل كبير جدا ومتقفل عليه بشكل كبير جدا. طبعا محمد صلاح زي حاله ميسي مع الارجنتين فكره انك دايما الاضواء عليك فكره صح. انك انت كل في الكل. محمد صلاح بالامس يعني بيلعب هو تقريبا بيستلم بعيد عن المرمى ب 50-40 متر تحت خالص بالظبط. فدي حاجه تانية كمان اللي انت يعني انت بتاخد وقت كبير ان انت بتستلم وتسلم وبتبني فدي حاجه كمان. الحاجه التانية كمان اللي انت فعليا احنا لسه ما ثبتناش على خطه سواء 4-2-3-1 او 4-3-3, لكن اذا لعبنا بعد كده فيما بعد 4-3-3 انت محتاج خط الوسط بقى. احنا بنتكلم عن مركز 8 انت محتاج خط الوسط الثاني يبقى هو يسند مع صلاح ويسند مع اكرم توفيق في التحرك اللي هو يخلي محمد صلاح دايما اللي هو بدل ما هو بينزل يستلم من تحت يبقى هو اللعيب بيلعب في الثلث الاخير. واعتقد ده كله لسه احنا في الاول يعني المدرب برضو بيشوف لسه يعني بامانه الدوري ما بداش الراجل لسه يعني جاي من يعني على طول على ماتشات صعبه فبالتالي صحيح. اعتقد في الفتره الجايه محمد صلاح هيقرب اكتر من المرمى خاصه اذا لعبت بطريقه لعب 4-3-3 وكان عندك لعيب الوسط اللي هو على اليمين اللي هو دايما وبيربط بينه وبين اكرم توفيق على طريقه يعني عشان الناس بتتفرج كتير على بره هندرسون في حته صح. اللي هو دايما بيسند مع محمد صلاح وبيخلي محمد صلاح دايما هو اللعيب اللي هو بيلعب يعني الهاف سبيس او انصاف صح. المسافات مع المهاجم فيرمينو او مصطفى محمد مع منتخب مصر. كروش بدا بالطريقه المعتاده 4-2-3-1 هيغير بنسبه 90% في الماتش الجاي اعتقد يعني اعتقد هو هيلعب بالطريقه اللي ختم بيها
هنا مباراة هنا. هنا لان غالبا هو كمان يعني هو محتاج يكسب، لكن على الاقل مش بنفس الرغبة اللي كان في ماتش الذهاب. فاتصور بان يعني 4-3-3 هتبقى اقرب اللي هو تلعب بثلاثة في خط الوسط تحاول تعمل كثافة، وانت عندك اتنين لعيبة ما شاء الله يقدروا يدوك حتة يعني الاندفاع او التحولات السريعة زي محمد صلاح، زي مرموش، زي مصطفى محمد، اللي دول مفروض يزيد عن كده. وده برضو يعني الناس كتير كانت بتتكلم على عبدالله السعيد، بس لكن انا شايف مصطفى نفسه بعيد خالص بالظبط، خلينا واقعيين يعني، ومصطفى بعيد يعني الناس كلها مسكت عبدالله السعيد ومعاهم حق يعني برضو، لكن مصطفى محمد مش ده مصطفى محمد. انت محتاج المهاجم بيجي لك فرصتين ثلاثة مفروض تسجل هدف. مشكله مصطفى محمد من وجهه نظرك، مصطفى محمد بيستلم بيخلي الكره في رجله كتير. مصطفى محمد تكتيكيا في الحته دي اللي هو فكره ان انا بستلم الكره في رجلي زياده عن اللازم، خاصه انك بتلعب مع اتنين سرعة جدا اللي هو محمد صلاح ومرموش، انت محتاج اللعب اللي انت تستلم وتسلم على طول. الحاجه التانية برضو اللي احنا مش مستغلينها لسه حته العرضيات، ودي نقطه قوه مصطفى محمد وحتى احمد فتوح. يعني الزمالك لما كان مصطفى محمد بيلعب في الزمالك كان الحته على طول في اسيستات كتير جدا لاحمد فتوح عن طريق مصطفى محمد. بالامس مصطفى محمد جات له كوره واثنين وثلاثه وبرده لسه سواء في الهيد او في الطلعه لسه مش هو ده، يمكن بسبب اللي هو ما بيلعبش كتير في الفتره الحاليه مع جلطة سراي. وده نفسها يعني اللي هو كان افضل طبعا، هو حاول يروح بوردو، حاول يرجع تاني الزمالك. فدي اعتقد اللي احنا زي ما انت بنتكلم ان عبد الله السعيد لسه عليه شويه، كمان مصطفى محمد محتاج حاجتين. اول حاجه الفرص اللي بتجيله مفروض على الاقل يسجل كوره منهم. الحاجه الثانيه اللي هو السرعه في اللعب شويه، انت بتلعب معاك اتنين انسايد فاسرع ما يكون، فبالتالي كل ما بتسلم وتستلم معاهم اكتر، كل ما بتفضي مساحه ليهم اكتر، كل ما الفرقه بتبقى افضل. ودي حصلت في الامس، عمر مرموش في الشوط الاول في كذا كوره ليه كانت ممكن تبقى هجمات، لكن مصطفى اولا استلامته كانت بتبقى متاخره، تاني حاجه اللي هو بيفكر كتير، طب اعدي، طب اشوط، طب امرر. وبالتالي مصطفى برضه علامه استفهام كبيره، واتمنى اللي هو يفوق، خاصه احنا محتاجين الثلاث ماتشات الجايين نكسبهم مش بس طبعا. نصعد، لان انت هتلاعب فريق قوي طبعا. في التصفيات النهائيه فلازم تقول للناس اللي انا موجود. يعني شفنا الجزائر بالامس كسبان 6، فدلوقتي الناس ما بتكسبش بس الجزائر ما شاء الله منتخب بالظبط. احنا محتاجين مع كروش حاجتين بعيدا عن التوازن او الصعود، انك تكسب على ارضك بسكور، الحاجه الثانيه اللي انت تكسب بره ارضك صح. احنا دي حاجه مهمه جدا ومفتقدينها بقالنا فتره كبيره. ماتش الجابون احنا متعادلين بالعافيه، وكنا بصراحه يعني مش هنقول نستحق نخسر، لكن على الاقل ما كناش الطرف الافضل في المباراه. صحيح. شايف الحل ايه في الكروسات او في العرضيات؟ يعني هل الاثنين باكات عندنا واخدين واجبات دفاعيه اكتر؟ اكرم توفيق انا متفاهم، يعني اكرم توفيق متفاهم ليه؟ اللي انت بتفضل صلاح قدام على الاقل اللي هو ما بيدافعش. فاكرم، واكرم اصلا لعيب هو في العادي هو لعيب دفاعي، لكن الناحيه الثانيه محتاجين اكتر من كده من احمد فتوح، مع خاصه لعمر مرموش لعيب شاب، لعيب بيرجع، لعيب متحرك. فواحد زي ده مفروض انت فتوح تبقى اكتر ليك انطلاقات الهجوميه، هو عملها بعض الشيء في الشوط الثاني، لكن برده مصطفى محمد ما قدرش يترجم كده. وزي ما قلت لك في الناحيه اليمين نقدر نتغلب على ان اكرم توفيق لعيب دفاعي في لعب الخط الوسط اللي هو بيميل دايما لليمين، ودي اعتقد ممكن يعملها حمدي فتحي كويس او محمد النني في الماتش الجاي. ان مش بس يعني اكرم توفيق هو ليه ادوار دفاعيه، محمد صلاح المفروض يبقى اقرب للجول، هنا يبقى خط الوسط اللي هو المركز القريب اللي هو يعني لعيب ارتكاز مساند على اليمين، يبقى يعني بيميل شويه لليمين على الاقل، يبقى يقدر يعمل اوفرات، يقدر يظبط مع محمد صلاح. ودي هيبقى هو يعني طريقه لعب 4-3-3 اذا كانت محتاجه باكين مميزين هجوميا. فاحنا عندنا احمد فتوح على اليسار، ولاعب الوسط اليمين ممكن ده اللي يسند مع اكرم توفيق، خاصه اللي هو لعيب هجوميا مش رقم واحد ومش محتاج يبقى هجوميا، خاصه طبعا. انه بيلعب ورا واحد زي محمد صلاح. شايف ابراهيم عادل واحد من اللعيبه اللي كان بيتكلم عليها كارلوس كيروش في الفتره اللي فاتت، شايف ابراهيم عادل ممكن نشوفه؟ ممكن جدا، يعني ابراهيم عادل لعيب مميز جدا. صحيح. لعيب يعني من افضل اللعيبه في الدوري المصري طبعا. ناس كتير بتتكلم في بيراميدز على لعيبه كتير زي رمضان وغيرهم، لكن انا بشوف ان ابراهيم عادل هو النجم الاول للفرقه. حاجه تانية كمان، هو يقدر يلعب مع عمر مرموش كويس جدا، يعني مرموش في الدوري الالماني مش بس بيلعب كجناح، هو بيلعب كمهاجم تاني يعني في فترات كبيره جدا. لما شتوتجارت بتلعب بطريقه لعب 3-5-2 بتلاقي هو المهاجم الثاني. كروش عامل حاجه كويسه جدا في حته السويتشنج، اللي هو انا بركز لعيبه كتير على محمد صلاح، او اللي انا بنقل اللعب لليمين لليسار، مركز 10 او المنطقه اللي هي قدام منطقه الجزاء، المنطقه دي فاضيه جدا. يعني حتى هدف الامس اللي هو اللعيب اللي هو بيستلم في الحته دي انت بتقدر تفضي، فلما يبقى عندك ابراهيم عادل عندك مرموش فدي حاجه هتبقى كويسه، انك ممكن تستلم لعيبه تقدر تسدد، لعيبه تقدر تعمل تبادل للمراكز بينها وبين المهاجم. فبالتالي برضو احنا بنتكلم على طريقه لعب 4-3-3، لو هنلعب بتامين يبقى صحيح. موجود ثلاثه خط وسط يعني قويين، لكن ممكن حد في 4-2-3-1 لعيب زي ابراهيم عادل يلعب. يبقى هو اللعيب اللي انت تقدر تقول عليه مش صانع لعب او يعني مهاجم او مهاجم وهمي او صانع لعب وهمي، اللي هو لعيب فولس 10 من الاخر، يعني اللي هو لعيب بيلعب ورا المهاجم في لحظه بتلاقيه جنب مصطفى محمد او وراه او قدامه بالتبادل مع عمر مرموش، تبقى عندك يعني كوكتيل او توليفه هجوميه مميزه لاقصى درجه.
منتخب ليبيا عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف، شايف ايه النقاط القوة اللي عندهم؟ في الاول كانوا دايما بيعتمدوا على العرضيات وهم عندهم لعيبة طوارة ثابتة مميزين جدا فيها جداً. يعني صحيح. حتى هم كسبوا ماتش اللي هو اول ماتش على ارضهم اللي هو اداهم الانطلاقة ماتش الجابون كان عن طريق العرضيات، الجول الاول كان عن طريق تقريبا ركنية والجول الثاني كان اوفر، وده لازم نركز عليه. حتى الهجمة الوحيدة ليهم في ماتش امبارح كانت اللي هي الكرة اللي جالت من احمد فتوح وجت للعيب اللي جت في العرضة، فهم دايما بيركزوا على حاجتين، الكرات الثابتة والحاجة التانية العرضيات. كمان عندهم ميزة تانية هي لسه مش باينة، اللي هو ملعبهم ملعب صعب، يعني ارض اللي هي تقريبا لو لعبوا على ماتش الجابون اللي هو ملعب ترتان غالبا، فدي هتبقى الارضية هتبقى صعبة جدا لينا، ودي لازم نخلي بالها منها في الحاجة التانية. صحيح. طبعا ماتش على ارضهم دي ايجابية تالتة. الحاجة بقى اللي هو برضو عندهم مشكلة كبيرة، المساحات الكبيرة اللي بين الدفاع وخط الوسط، حتى وهم بالامس بيلعبوا بتأمين دفاعي كبير وتقليل مساحات، كان المنطقة اللي هي على حافة منطقة الجزاء لا كان في مساحات كبيرة جدا، كان في مساحات اللي انت تقدر تستغلها، ودي اعتقد العيب اللي عندهم. الحاجة التانية اللي اتكلموا فيها اللي هو الرقابة الفردية، يعني كليمنتي بيلعب بنظام اللي هو الرقابة رجل لرجل او المان ماركينج، وده نظام كويس، لكن يعني زي برضو هنعيد ونقول الدوري الانجليزي ليدز يونايتد بيلعب بالطريقة دي، اللي انت لعيب لو عندك لعيب حريف زي مرموش او صلاح عدى في واحد لواحد الدفاع بيتفتح، وده اللي حصل حتى في ماتش امبارح، ودي ممكن نستغلها اكتر. اللعيبه عندنا لو اللعيبه بترقص بشكل كويس، لعيبه كويسه في الواحد لواحد، ممكن تضرب دفاع ليبيا حتى وهو متكتل بشكل كويس جدا. فدي اعتقد بشكل سريع الايجابيات والسلبيات لطريقه لعبهم. في حلول انك تتخلص من الرقابه دايما على محمد صلاح، ان محمد صلاح يظهر بالشكل؟ محمد صلاح طبعا، يعني اولا في البدايه محمد صلاح يقدر حتى لو عليه رقابه اللي هو يقدر صحيح. شفنا امبارح عمل واحده لمصطفى محمد، الكره دي كانت هدف 100%. الحاجه الثانيه طبعا اللي احنا زي ما قلت يبقى في خط وسط بيسند معاه، لو اكرم توفيق اللي هو اللعيب الظهير مش عنده الحته الهجوميه، المهاجم اللي هو مصطفى محمد بيحب دايما يلعب قدام المرمى، مش اللعيب اللي هو بيستلم ويسلم زي فيرمينو مثلا مع محمد صلاح. فانت محتاج لعيب الوسط زي ما بنتكلم، لعيب الوسط 8 اللي يسند مع مرموش، مفروض الناحيه الثانيه برضو سواء حمدي سواء محمد النني سواء اللي هيلعب في المكان ده اذا كان طارق حامد هو المركز 6، فاعتقد اللعيب ده لازم يسند مع صلاح في حته اللي هو يبقى قريب منه، في حته ال1 2، في حته اللي هو دايما يستلم ويسلم معاه. اعتقد صلاح يعني ثروه كبيره جدا في الكوره، ويكفي ان فريق زي الليفر انت بتتكلم عن فريق من اقوى الفرق في العالم، لو شلت محمد صلاح منهم اعتقد اللي هو مش هنقول فريق متوسط، لكن على الاقل مش هيبقى واحد او اثنين او ثلاثه في انجلترا في الوقت الحالي، وده ان دل على شيء بيدل انت عندك لعيب كبير مفروض تستغله بشكل افضل من كده، مفروض تعمل حواليه المنظومه، مفروض تقرب منه معظم اللعيبه اللي هي تلعب، مش طبعا يعني تخدم على محمد صلاح، ولكن على الاقل اللي هي اللعيبه تقدر تطلع افضل من محمد صلاح، عشان اللعيب ده يعني اذا ان شاء الله قدرنا نوصل كاس العالم هيبقى هو ده السبب الرئيسي في كده زي ما حصل في 2018. ممكن نشوف تغييرات في التشكيل، يعني ممكن نشوف لعيبه متغيره، ولا الراجل اللي هيبدا بنفس التشكيل؟ يعني ممكن نشوف احمد فتحي باك رايت مكان اكرم، ايمن اشرف مكان فتوح، ايا كان في ما اعتقدش، يعني اعتقد اللي هو هيحافظ على نفس التشكيله، ربما التغيير الوحيد بيجرب والراجل لسه ما شافش اللعيبه بالظبط، هو يعني لسه بس يعني الماتش يعني انت بتتكلم في 48 ساعه ففكره التغييرات هتبقى قليله بعض الشيء اللي ما فيش وقت، يعني حتى هو ما اعتقدش اللي هو هيحاول يعمل حاجه جديده، لان يعني خلينا نتكلم بصراحه لو معاه عصا سحريه مش هيبقى انت بتتكلم في 48 ساعه اللي هو مش هيلحق حتى يقول المحاضره بتاعه الماتش، فاتصور اللي هو الحل الوحيد اللي هو يلعب بالتشكيله اللي ختم بيها اخر نص ساعه في الماتش، اللي هو تغيير تكتيكي من 4-2-3-1 4-3-3، التغيير الثاني عبد الله السعيد يبقى هو اللعيب على الدكه، والناحيه الثانيه يبقى طارق حامد مكانه، ويبقى بقى هنختار النني او تختار حمدي فتحي، وانا شخصيا برشح حمدي فتحي لان عنده زياده العدديه كويسه، ولانه لعيب بيقدر يزيد كويس جدا، واعتقد هي دي اللي هتبقى الطريقه اللي ممكن يفاجئنا ويلعب بنفس الطريقه، ممكن 4-2-3-1 ممكن، لكن يعني بص يعني هتبقى يعني مفاجاه بالنسبه لي خاصه عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد حتى لياقيا في الشوط الثاني ما كانش اللي هو اللعيب الجاهز، الماتش ما فيش وقت كبير اللي هو يلعب بيه، لكن ممكن جدا يعني ما اعتقدش. تشوف مرموش بيلعب 10 ولا ما يلعبهاش؟ مرموش يقدر يلعب كمهاجم ثاني اللي هو 10 مش تقليدي، يعني اللي انت لما تلعب بقى 4-4-1-1 4-4-2 اللي هو اللعيب اللي هو بيبدل مع المهاجم الصريح، مرموش كمان يعني يقدر يعملها بشكل كويس جدا لو بيلعب معاه واحد زي محمد شريف اللي هو اللعيب اللي بيثابت جوه منطقه الجزاء، اللعيب اللي هو يعني مش بيحب اللي هو يبقى على طول واقف متمركز جوه منطقه الجزاء، مرموش قدامه محمد شريف اعتقد هتبقى ثنائيه ممتازه جدا اذا فكر يلعب بيها، خاصه اذا بدا برمضان او لما يرجع ان شاء الله تريزيجيه، يعني ان شاء الله نتمنى له السلامه طبعا. احمد، ايه ابرز الاخطاء الفنيه اللي شفتها في مباراه امبارح؟
والله منتخب مصر، منتخب مصر انا شايف الاخطاء الكبيره اخطاء فرديه، يعني انا مش عايز اظلم كيروش، الفريق كان منظم، الناس كتير بتتكلم ان احنا ما فيش فرق كبير عن الفتره اللي فاتت، لكن الفرق على الاقل اللي انت ما بقاش بيوصل لمرماك هجمات كتير، ودي ميزه كبيره جدا للمنتخب. لازم بس نقلل من الاخطاء الفرديه، الاخطاء الفرديه زي كوره فتوح، الكوره دي كانت ممكن تكلفك كتير في الملعب. الحاجه الثانيه اللي احنا الكوره الثانيه في الشوط الاول كان عندنا بعض المشاكل فيها، ان كان بيبقى اخطاء كتير سواء السوليه او النن في حته الفقدان الكوره او حته الاحتكاكات او كانت قليله بعض الشيء، ودي كانت بتتسبب علينا اللي فقدان بعض الكرات. اتصور بان دي هي يعني الاخطاء الفرديه الوحيده عندنا. الحاجه الثانيه طبعا استغلال الفرص، وبالذات مصطفى محمد، الكوره اللي المفروض تيجي المفروض تبقى هي يعني هدف، او على الاقل تبقى هجمه خطيره. اعتقد هي دي يعني المشاكل الكبيره اللي عندنا او نقاط الضعف، وما تصورش اللي هي يعني حاجه تخوف قوي، لكن لازم نركز اكتر من كده، خاصه ان ماتش ليبيا في ماتش العوده اذا استقبلنا هدف لا قدر الله اعتقد هتبقى ازمه كبيره. لازم نحاول نحافظ على اللي احنا ما يدخلش في فورمانا هدف، وبعدها ان شاء الله هنسجل كمان باذن الله. كان عندنا مشاكل دفاعيه امبارح، يمكن في الواحده اللي هي اللي جت في العارضه، شايف الثنائيه الدفاع عندنا عامله ازاي، الونش وحجازي؟ بص، هو يعني افضل المدافعين عندك حاليا هم محمود الونش، بصراحه افضل مدافع في مصر حاليا يعني في الدوري المصري، حجازي كمان لعيب قائد، لعيب مميز، الاثنين ثنائيه مع بعض ثنائيه كويسه. لكن هي المشكله الكبيره كمان يعني احمد فتوح بقى حته اللي هو بيسرح شويه، يعني احمد فتوح عنده مشكله بسيطه جدا، ودي كان نفسي محمد عبد الشافي يبقى جاهز، لان انا يعني عبد الشافي لما يبقى واقف في الملعب طبعا لعيب مميز جدا، في ميزه مش موجوده في معظم اظهره مصر، اللي هو اللعيب اللي بيعرف بيغلق كويس جدا جوه منطقه الجزاء، بيغطي بشكل ممتاز التغطيه العكسيه، هي دي نقطه الضعف الوحيده دفاعيا عندنا، التغطيه العكسيه من الاظهره، خاصه احمد فتوح اللي هو لعيب مميز جدا. عشان احمد فتوح بيتقدم دايما، هو عنده المشكله دي حتى مع الزمالك، فكره اللي هو بيسرح شويه جوه منطقه الجزاء، بيسرح شويه في حته اللي هو ما بيقدرش يعمل اللي هو فكره المدافع الثالث بشكل كويس. لكن الثنائيه الموجوده اللي هو حجازي والويتش اعتقد مفيش افضل منها في الوقت الحالي في المنتخب المصري، سواء على الارض سواء على الكرات العاليه، حجازي بيعمل شغل كبير جدا مع اتحاد جده، احد نجوم الفرقه، والونش في الدوري المصري هو افضل مدافع محلي يعني اعتقد. دايما بنتكلم ان احنا لازم نستغل انصاف الفرص، يعني اي فرصه بتجيلك لازم تستغلها. مصطفى محمد امبارح بيضيع، شفنا واحده او مش الفينش عنده مش جاهز، مش عنده مشكله في حاجه، انا مصطفى مش مركز، ممكن يكون قله تركيز شويه، او هو عنده حسابات تانية ما بيشاركش بشكل مستمر، فهو مش فت بنسبه 100%. شايف ايه الحلول ان انت ترجع مصطفى محمد، مصطفى اللي هو مهاجم منتخب مصر اللي واقف على رجله، اللي هيدرز كويس، اللي كنا شايفينه في النسخه الاولانيه؟ بص بصراحه مدرب المنتخب مش مطلوب منه اللي يرجع لعيب، يعني مدرب المنتخب اي منتخب مش بس منتخب مصر، مدرب المنتخب دايما بيبقى مفروض يختار اللعيب الجاهز، اللعيب الجاهز ده اللي هو ينزل في الملعب. انا مش مطالب مني اللي انا اللعيب ده اللي انا ازود له مستواه، اللي انا مثلا اخليه افضل من كده، اللي انا مثلا ازود لياقته البدنيه، فبالتالي مصطفى محمد محتاج يلعب بشكل اكبر. مصطفى محمد عنده مشكله كبيره في جلطة سراي اللي هو ما بيلعبش كتير، فدي ازمه تانية. مصطفى محمد يعني حتى اخر لحظه في فتره الانتقالات كان هيمشي، وبالتالي هو مشدد ذهنيا، هو بدنيا وفنيا مش جاهز. فبالتالي كيروش يعني اعتقد اللي هو افضل شيء بالنسبه لمصطفى محمد اللي هو يخلق له البديل. فبالتالي برضه هنرجع ونتكلم تاني، اذا كنا بنقول ان قفشه استبعاده كان شيء مش مفهوم، محمد شريف برضه استبعاده مش مفهوم، حتى لو مش هيلعب اساسي على الاقل يبقى عندك مهاجم تاني، مهاجم مميز، مهاجم يخوف مصطفى محمد على الاقل. وبالتالي اكتر شيء انا شايفه في الفتره الجايه لازم تحصل بعد ماتش ليبيا، انك تستدعي مهاجم تاني كمان زي محمد شريف، مش لازم يلعب اساسي، لكن على الاقل يخلي مصطفى محمد يحس ان في بديل. لكن مصطفى محمد مشكلته مش هتتحل الا باللعب، مشكلته مش هتتحل اللي هو يعني يا اما يشارك اساسي في جلد سراي او يبقى على الاقل ليه دور، او في يناير يروح اي فريق تاني، لان المهاجم محتاج يلعب كتير. مصطفى محمد فعليا قدام المرمى مش مركز، والحاجه التانيه تحس اللي هو تقيل في الملعب. فبالتالي دي المشاكل مش هيقدر يحلها مدرب المنتخب الا يوجد له مهاجم تاني معاه اللي هو يخوفه بالاخر. فكره انه يلعب بمرموش مهاجم ورمضان صبحي مكان مرموش، دي ممكن تكون مناسبه بالنسبه لكيروش، ولا هتكون برضو مؤذيه اكتر بالنسبه لمصطفى محمد ان هو ترجع تاني تقعده على الدكه؟ هترجع برضو في الدكه بالظبط يعني. وانا شايف مرموش كويس اللي هو يبقى معاه مهاجم تاني حتى لو اللي هو شاله، لكن اللي انت تلعب بيه لوحده انت كده برضو بتحرقه، لان هو لعيب برضو راس ماله اللي هو لعيب سريع ولعيب قوي، ف
فمحتاج دايما حد يبقى معاه اللي هو اولا سند معاه، ثانيا اللي هو بيديله حته البراح في التحرك. لكن لما تلعب بيه كمهاجم صريح انت دايما بتخلي يلعب بظهره، فبالتالي هيفقد كتير جدا جدا من قوته. عمر مرموش سواء في الدوري الالماني مع شتوتغارت او حتى في مباراه الامس، اللي هو لعيب بيلعب بوشه كويس جدا، لعيب بيستلم، لعيب جريء. فانت لما بتلعبه لوحده قدام كمهاجم صريح انت بتقلل جزء كبير من قوته اللي انت هتخليه يلعب بظهره، هتخليه سنيد للعيبه. فبالتالي لا، انا افضل لو عمر مرموش هيلعب قدام يلعب كمهاجم تاني او مع مهاجم صريح، سواء مع مصطفى محمد او مع محمد شريف اذا استدعوه او اي لعيب تاني، لكن لوحده ما اعتقدش هتبقى كويسه. وبرده يعني انا رمضان صبحي مش حته اللي انا مثلا جاي عليه او حاجه، لكن رمضان صبحي عنده مشكله تانيه كمان، انه دايما بيستلم الكوره مش عارف عايز يعمل ايه، يعني اللي هو بعدي من واحد الاسقيه، حتى في ماتش امبارح عدى من واحد والتاني وبعد كده هو بيعمل اللي هي بتاعته بيخش يعني رمضان صبحي اللي احنا بنتكلم بقى لنا 3 4 سنين، اللي هو يعني المفروض بقى الحته دي امتى هتتغير، لحد النهارده ما اتغيرتش، اللي هو اللعيب اللي دايما بيحاول يعدي واحد واثنين وثلاثه لكن يكون افكتيف على المرمى، دي مش موجوده خالص في رمضان. فعشان كده مع كامل الاحترام لموهبته الكبيره لسه لحد دلوقتي ما يستحقش اللي هو يبقى لعيب اساسي في منتخب مصر بكل صراحه. بقيت في منتخب مصر نقدر نقول ان انت بتبني هجمات في ظل ان انت بتبقى مضغوط، يعني منتخب ليبيا كان بيضغطك في بعض اوقات الماتشات، بس بتعرف تبني هجمات صحيحه. دي حاجه كويسه ودي كانت بانت جدا في ماتش امبارح، اللي هي حته اللي هو كان دايما في الاستلام كنت تلاقي محمد النني وعمرو السوليه بيلعبوا دايما واحد فيهم بيسند على الشمال او اليمين، دايما اللعيب الثاني بينزل يستلم بين اتنين مساكين، دي كانت دايما بتحصل. بتلاقي محمد النني على طول بين الونش وبين حجازي اللي هو ثلاثه ورا، بيفتح الملعب على طول بالاطراف سواء بفتوح او توفيق. وفي نفس الوقت هنا بقى كان يعني السوليه كان بيلعب بدور كويس، اللي هو مش بس بيتحرك في عمق الملعب لكن دايما بتلاقيه على اليمين او الشمال، ودي الحاجه اللي احنا اخيرا بقى عندنا طريقه على الاقل موجوده ازاي بتطلع بالهجمه من ورا لقدام، ودي كانت مش موجوده في فتره كبيره. انك بتتفرج على منتخب مصر مش عارف ازاي هنبني الهجمه، طب احنا مثلا بنلعب فريق دفاعي هنعمل ايه في الملعب، طب لو مفيش مثلا مجهود فردي او ضربه جزاء او كده هنقدر نكسب ولا لا. فاعتقد بانت امبارح بعض الشيء في فكره تواجد النندي بين قلبي الدفاع، بين السوليه وتحركاته كتير على الشمال او اليمين اثناء البناء من الخلف، كل الامور دي خلت يبقى لينا شكل بعض الشيء لسه ما بنتش بشكل كبير، لكن على الاقل كان موجود ان في يعني زوايا تمرير موجوده، انك بتقدر توصل لعبد الله السعيد وعمر مرموش كتير في الملعب، خاصه انك بتلعب قدام فريق دفاعي او فريق متكتل، ودي في حد ذاتها شيء كويس ان بقى عندك التنظيم في الملعب بقى موجود سواء بالكوره او من غير الكوره. الهجمه الوحيده كانت عليك امبارح كانت غلطه فرديه بحته من احمد فتوح، والحمد لله اللي عدت على خير سواء للشناوي صدها او جت في العارضه بعد كده. كلمتي هناك ممكن يكون الظروف مساعده اكتر، ماتش عنده على ارضه بيلعب على ترتان، فالموضوع بيبقى متصعب اكتر على منتخب مصر، ممكن يغير من طريقه لعبه اللي بدا بيها هنا، يستغل ولا هيلعب برضه بتحفظ شويه بيضغط في بعض الاوقات هيغير. اعتقد يعني بص طبعا هو يعني ظروف ليبيا مساعده جدا، اللي انا مش مطالب حاجه، يعني انا صعدت هبقى عملت انجاز تاريخي، ما صعدتش ما اعتقدش ان الجمهور الليبي او الصحافه الليبيه هتلومه، يعني انت كنت بتتكلم في فريق مصنف صحيح. اللي هو اصلا ثالث او رابع فجاه بقى بينافس، فبالتالي كليمنتي ظروف مساعده جدا، زائد اللي هو مدرب عنده شخصيه كبيره جدا، يعني مدرب طول عمره حتى لما كان بيدرب في اسبانيا عنده شخصيه اقصى درجه، فحمدي الهوني على سبيل المثال اللي هو ما بداش بيه سواء مصاب او مش مصاب، المدرب عنده القدره اللي هو يريح اللعيب الكبير عنده سواء كان جاهز او مش جاهز، وده بيدل اللي هو مدرب عنده شخصيه. في ليبيا هتساعده طبعا ارضيه الملعب، هتساعده ظروف اللي هو مش مطالب الضغط، برده انت كسبان في الذهاب لكن لسه الضغط عليك اكبر من ليبيا. الحاجه الثانيه بقى اللي هو فنيا هتصور ان هو هيبدا برده بتحفظ، مش هيبدا اللي هو فاتح الملعب، مش هيبدا اللي هو عارف برده في منتخب مصر في صلاح وفي مرموش وفي لعيبه كتير سريعه تقدر تاذيه، لكن في الشوط الثاني هيلعب بقى هيفتح الملعب خاصه اذا كان النتيجه تعادل، وهيبدا بقى ينزل اسلحته سواء الهوني او غير كده بنفس الطريقه اللي لعب بيها في ماتش الذهاب. والحاجه الثانيه ولازم نخلي بالنا منها كويس جدا، العرضيات ثم العرضيات ثم العرضيات، فريق مميز جدا في الكرات الثابته، فريق مميز في الركنيات، ودي عندنا يعني بعض الشيء زي ما كنا بنتكلم اللي فتوح ساعات بيسرح ان بيحصل تداخل بعض الشيء برضو بين حجازي والوينش في بعض الكرات، ودي اكبر حاجه لازم نركز فيها، ولو احنا قللنا اخطائنا ان شاء الله هنكسب في ماتش العوده باذن الله. ازاي ممكن يتعامل كليمنتي مع مرموش؟ يعني مرموش يمكن في المباراه الاولى ما كانش هو بالنسبه له النجم المنتخب او اللي هو ممكن هيظهر بالشكل ده، فما كانتش الرقابه عليه بشكل كبير. صحيح. ممكن يتعامل معاه ازاي في المباراه الثانيه؟ اعتقد اللي هو يعني كان كل التركيز على محمد صلاح في حته المان عليه، فاعتقد اللي هو هيقلل شويه، لان مستحيل ان انت تلعب مان على اثنين لعيبه في الفريق، يعني سواء على اليمين او الشمال، فبالتالي اعتقد بان عمر مرموش هيتلعب عليه زي صلاح في ماتش الذهاب، فكره اللي هو التركيز،
فكره الباك يمين مش هيتقدم ابدا في الملعب، فاعتقد هنا هيبقى يعني مرموش هيلعب عليه واحد لواحد زي ما عمل مع صلاح، وبهنا بقى هيبقى الميزه الكبيره خط الوسط عندك الثالث او المركز 8 ممكن يبقى عنده الحريه شويه، زي ما محمد صلاح خلى فيه حريه كبيره لزملائه في الملعب، فاعتقد بان برده لعيب زي مرموش لو لعبت عليه واحد لواحد ممكن تفضل لعيب زي فتوح، ممكن تفضل لعيب زي السعيد او السوليه لو كان هو اللي هيلعب في مركز 8، وبالتالي انك تركز على اثنين لعيبه زي صلاح ومرموش في الملعب موضوع مش سهل، خاصه انك بتلعب على ارضك، خاصه ان انت مفروض هتلعب على الاقل في الشوط الثاني على المكسب، لان المكسب هيخليك مرتاح جدا في الماتش وهيخليك اللي انت الاقرب للصعود. انجولا والجابون منتخبين موجودين في المجموعه بتاعتنا، انجولا بتحقق فوز يمكن الاول ليها من ساعه ما ابتدينا، شايف المجموعه بشكل عام ازاي؟ بص حاليا انجولا يعني فريق اللي يعتبر المركز الثاني في المجموعه. صحيح. انجولا فريق عنده هجوم كويس جدا، فريق سريع، فريق مهاري، فريق على ارضه بالسهل، لكن فريق ساذج. الفرق الوحيد بين ليبيا والجابون وانجولا ان فريق ليبيا فريق حتى هو بيدافع زي ما شفنا امبارح مش فريق ساذج، يعني فريق صعب تكسبه، لكن عندهم شكل ومعهم مدرب كويس. صح. لكن انجولا والجابون فرق عندها ممكن لعيبه نجوم هجوم، يعني مثلا الجابون عندهم اوباميانج، في انجولا عندهم فابيو ابرو لعيب الباطن السعودي، اللعيبه دي كويسه، اللعيبه دي هجوم كويس جدا، لكن فرق دفاعها سيء لاقصى درجه، فرق يعني ما تقدرش اللي هي ما اعتقدش اللي هي تصعد في المجموعه. احنا كان عندنا مشكله كبيره قدام الجابون اللي انت خسرت من فريق كنت المفروض تكسبه بره ارضك، كانت مباراه سهله جدا وليبيا على الاقل ليبيا الفرق تعادلنا بينها وبين ليبيا. ان ليبيا كسبت بره ارضها ماتش. صحيح. وانت لحد دلوقتي برضو بتلعب مع ماتشات منتخبات افريقيا، حتى المنتخبات المتوسطه واقل متوسطه اللي هي انت بتدافع ما بتقدرش تلعب بشكل كويس. انا شايف انجولا والجابون فرق هي هتحدد مين اللي هيبقى هيصعد، لكن هي مش هتصعد. انجولا انت محتاجها لازم تكسب بره، زي ما ليبيا كسبت انجولا انت محتاج تكسب ليبيا بره، محتاج تكسب الجابون بره. عندك انجولا كمان هناك وده ماتش مش سهل كمان، خاصه اللي هي كسبت الجابون 3-1. صحيح. فبالتالي انت هتروح لها وهي على الاقل مش ما طلعتش بره المجموعه، لا عندها لسه، خاصه اذا كسبت ماتش الجابون بره ارضها فساعتها هتبقى المنافسه ثلاثيه، وممكن ماتش هناك كمان هيبقى فاصل بالنسبه لك. طبعا. وانت كل ده برضو احنا بندور في حته اللي احنا لسه لحد النهارده بنتعامل على ماتشات بره ارضك في افريقيا. انك لو اتعادلت ده نتيجه كويسه، وده كان يعني الجهاز اللي فات كابتن حسام البدري مع الاحترام والتقدير ليه كان بيتكلم اللي هو بعد ما اتعادلنا مع الجابون ايه المشكله، ما انا متعادل بره، فدي ازمه تانية كبيره جدا، نتمنى ان هي الثقافه دي تتلغي تماما. ان طبعاً. فكره التعادل بره ارضك بمثابه الهزيمه، خاصه انك بتلاعب فرق متوسطه واقل متوسطه، مع كامل الاحترام لاوباميانج، اوباميانج حاليا في مع ارسنال لعيب اللي هو سيء جداً. النقاط الضعف عندهم جداً. فاحنا بنتعامل مع لعيبه افريقيا اللي هي نجوم من 5-6 سنين، ودي مشكله كبيره عندنا. الثقافه لازم تتغير، ثقافه المدرب واللعيب نفسه. انك بتلعب بره ارضك، مش احنا ما بنلعبش الجزائر ولا المغرب عشان لما نروح نتعادل بره نبقى مبسوطين. صحيح. انت محتاجين الثلاث ماتشات الجايين 9 نقط، اي حاجه غير كده اعتقد مش هتبقى اسوء الظروف. لو تعادلت مع ليبيا السيناريو ممكن يكون ماشي ازاي؟ السيناريو قدام ليبيا لو تعادلت وانجولا كسبت الجابون برضه هنلعب ماتش انجولا اللي انت لازم تكسبه. فبالتالي ماتش ليبيا لازم نلعب اللي هو الثلاث نقط اهم من النقط، لان برضو عندنا المشكله الثانيه انت بتروح عشان تاخد نقطه فبتلعب متراجع، فبتلعب مش مركز، فبتلبس جول بدري، فالموضوع بيتصعب جدا عليك. لكن اذا اتعادلت مع ليبيا فانت منطقيا واوتوماتيك لازم تكسب انجولا والجابون عشان تصعد. طبعا لسه ما قابلتش المنتخب اللي تقدر تقول عليه يعني مباراه حقيقيه مع منتخب مصر، يعني زي مثلا ما قابلتش منتخب زي منتخب الجزائر. منتخب الجزائر من المنتخبات اللي بيكسب 6 وما شاء الله عليه بقاله حوالي 30 ماتش ما خسرش ولا مباراه. شايف اللي انت لحد دلوقتي لسه ما قابلتش المنتخب القوي، واتمنى ما يلعبوش دلوقتي، يعني المنتخب القوي ده اللي هو زي الجزائر او المغرب حاليا هتبقى مشكله. ليه كمان مشكله؟ اللي هو فريق ليه شكل واسلوب في الملعب. احنا بقالنا فتره كبيره احنا ما بنعرفش، احنا ناس كمشجعين لمنتخب مصر مش عارفين منتخب مصر بيلعب ازاي، فدي كانت ازمه كبيره مش موجوده في منتخب زي الجزائر. عندهم جمال بالماضي مدرب من افضل المدربين في العالم طبعا، يعني مش بس في افريقيا على فكره، يعني احنا بنتكلم محمد صلاح ولا محرز، محمد صلاح افضل وانجح، لكن شوف تاثير محرز في المنتخب، لان في منتخب جاهز، في خطه لعب، في فريق واقف على رجله. فبالتالي في ميزه تانية كمان الناس ما بتتكلمش عليها، ان احنا هنلعب بطوله افريقيا الجايه قبل التصفيات النهائيه، ودي انا بشوفها اللي هي من مصلحه منتخب مصر بشكل كبير اذا صعدنا. ليه؟ لان احنا دايما منتخب مصر حتى هو في اسوء حالاته في الدورات المجمعه بيبقى ليه شكل في الملعب. صحيح. فبالتالي كروش هيبقى عنده فتره اللي هو يجرب، هيبقى المنتخب معاه مثلا مش اقل من شهر المنتخب متجمع، وبالتالي احنا ممكن نعمل فورمه كويسه جدا في بطوله افريقيا حتى اذا ما كسبناهاش،
هتفيدنا بشكل كبير في الماتشين الفاصلين اللي هم بتوع التصفيات النهائيه. ودي دايما كان منتخب مصر بيخلص تصفيات كاس العالم وبعد كده بيلعب الماتشين الفاصلين بتوع كاس العالم اللي هم التصفيات كاس العالم، لكن حاليا هنلعب بطوله افريقيا اللي هي القادمه وبعدها الماتشين الفاصلين. دي فرصه ذهبيه لكيروش والمنتخب اللي هو ممكن يعمل تجربه كويسه جدا في البطوله، يقدر يستعد بشكل كويس، يقدر يعني يشوف لعيبته عامله ازاي. لكن الاهم اللي احنا الثلاث ماتشات الجايين نكسبها او ناخد السبع نقط على الاقل عشان نصعد باذن الله. احمد، اخيرا ايه الاخطاء اللي ممكن يتفاداها كارلوس كيروش هناك في ليبيا، وايه التشكيل المتوقع اللي ممكن يبدا بيه المباراه؟ لو بدانا بالتشكيل هيبقى الشناوي ورا فتوح، الونش، حجازي، اكرم توفيق، خط الوسط طارق حامد، حمدي فتحي، عمرو السوليه، وقدام الثلاثه مرموش. انت شايف ان حمدي يلعب؟ انا حمدي فتحي بالاهلي يلعب قبل اي حد بامانه. يعني لعيب انا بشوفه لعيب ذكي جدا، لعيب مميز، لعيب فيه مرونه. حطيت النني على الدكه؟ انا احط النني على الدكه. انا النني ما كانش وحش، يعني مش هنقول اللي هو كان وحش في ماتش امبارح، بس شايف حمدي فتحي اهم. حمدي فتحي اهم لانه لعيب بيقدر حته اللي هو الفنت اللي بيعمله من مركز 6 لمركز 8 يقدر يعملها بشكل كويس جدا، حتى لو هو لعيب خط وسط دفاعي في الاساس، لكن لعيب بيقدر يزيد من ورا لقدام بشكل كويس، لعيب بيشوط بشكل كويس، ولعيب كمان عنده فكره الكره الثانيه اللي هو بياخدها او الافتكاك بينها ممتاز. وطبعا قدام مفيش اختلاف، يعني صلاح، مرموش، واللعيب الثالث انا لو محمد شريف موجود كنت احطه مكان مصطفى محمد، لكن لو بين مصطفى محمد وكوكا فانا برضو لسه، حتى لو مصطفى محمد بنص رجل هو افضل وهو اللي يبدا في ماتش زي ده. الاخطاء الحاجه الوحيده واحد واثنين وثلاثه، السرحان مفروض الاخطاء الفرديه تقل، الكوره الثانيه مهمه جدا جدا، كان في عذر الماتش اللي فات انك كنت بتلعب بخطه جديده نوعا ما، لكن انت دلوقتي مفروض تلعب سواء لعبت ب 4-3-3 او 4-2-3-1، لعبت الارتكاز اللي عندك طارق والسوليه واللعيب الثالث سواء النني او حمدي او عبد الله السعيد، حتى لو لعب 4-2-3-1 لازم الكره الثانيه ناخدها، لان دي هتفرق معانا جدا طبعا. ليبيا لو خدت كرات كتير في نص ملعبنا هتبقى ازمه كبيره. كل ما قدرت اللي انت تاخد الكره الثانيه، كل ما قدرت اللي انت تقلل من هجمات ليبيا، كل ما انت هتبقى مرتاح في الملعب، وان شاء الله نكسب باذن الله. ليه لو مصطفى محمد بنص رجل يلعب على كوكا؟ ليه كوكا في المنتخب مش هو ده؟ لان كوكا حتى يعني لحد دلوقتي مع اختلاف كل المدربين الراجل ما ظهرش بشكل كويس، يعني مع اختلاف كل المدربين هو موجود في منتخب مصر، ودي برضو حاجه غريبه، يعني حاجه برضو بص برضو في المنتخب، يعني فكره اللي انت فيه لعيبه كده اللي هو البدلاء ده، المدرب بيبقى محتاج اللعيب اللي هو ما بيزعلش اللي هو يقعد دكه. كوكا فيه ميزه اللي هو برضو يعني لعيب بدنيا يعني طويل، لعيب بيقدر يلعب بالراس، فبالتالي هو خطه يعني بلان بي مميزه، اللي هو ممكن مثلا في ماتش لو مزنوق ولا حاجه وهتلعب عرضيات بس فعندك لعيب زي كوكا ممكن ينزل مع مصطفى محمد، يبقى عندك اثنين طوال. لكن كلاعب اساسي لو جبت جوارديولا نفسه وكلوب، لا انا شايف اللي هو ما يستحقش بصراحه يلعب في منتخب مصر اساسي بصراحه. احمد شرفتني ونورتني وكنت مبسوط بالكلام معاك الحقيقه. انا كمان يا يحيى وسعيد جدا بيك، الله يخليك. شكرا. شرفتني ونورتني. مشاهدينا هنطلع لفاصل، لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل. عبد الله فاروق واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين طبعا، بعد هذا الفاصل خليكم معانا. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مكمل معاكم في بي اون تايم. مشرفني ومنورني دلوقتي واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين طبعا، عبد الله فاروق. كابتن عبد الله منورني ومشرفني حبيبي. يا حبيبي ربنا يخليك. إيه؟ وحشني. انت فين؟ والله وانت كمان. والله يعني نبتدي كده بمنتخب مصر، والحمد لله ثلاث نقاط مهمين جدا زي ما بنتكلم والناس كلها بتتكلم دايما، وظهور اول لكيروش. شفت المباراه امبارح ازاي بشكل عام، بعد كده نتكلم فنيات واحده واحده. تمام. بنتكلم عن منتخب مصر، يعني لو هنتكلم عن ماتش امبارح احسن كتير من اللي فات. طب يعني الناس عايزه اداء احسن من كده، بس هو الراجل لسه جاي ما كملش كتير، فالاداء بتاعه مش هيبان دلوقتي. في الفتره دي محتاجين المكسب اكتر من الاداء، يعني احنا محتاجين مكسب جدا. يعني اما مكسب امبارح ده يفرق معانا كتير، انت عايز تتصدر المجموعه بتاعتك. صحيح. عايز عندك ماتش في ليبيا هناك، لازم تعمل نتيجه ايجابيه، فانت محتاج ان انت تكسب اكتر من الاداء. الاداء هيجي، مش هيجي، يعني هو بالشكل بتاع امبارح احسن شويه من الفترات اللي فاتت، فبالشكل بتاع امبارح ده الاداء اهو هيجي، لكن المكسب اهم. انا شايف بالنسبه لي المكسب امبارح اهم من الاداء كتير. بنسبه قد ايه المنتخب فرق، او الشكل المنتخب فرق امبارح؟ مش بنسبه كبيره قوي، بس في شكل، يعني على الاقل بتعرف تطلع الكره من تحت، في اداء، اللعيبه بتتحرك لبعضها، في باص كتير، في شغل كتير، في شغل معمول كويس، يعني الاداء مش فارق قوي، بس فيه يعني كان الشكل امبارح احسن كتير من الماتشات اللي فاتت. طب خلينا نمسك واحده واحده كده، بدايه من خط الدفاع لمنتخب مصر امبارح، حجازي والونش، ونتكلم عن ايجابيات خط في منتخبنا الوطني. تمام. نبتدي بالحجازي والونش امبارح، شفت الاداء الدفاعي امبارح ازاي؟ كان عندنا مشاكل دفاعيه ولا لا؟
لا هو يعني الاثنين حجازي ولونش ادوا بشكل كويس جدا، بس هي المشكله في الناحيه الدفاعيه كانت في احمد فتوح شويه. الحته بتاعه التغطيه العكسيه بتاعه احمد فتوح كانت قليله شويه، في نسبه سرحان شويه من احمد فتوح، الكره اللي جت وعدت منه وراحت واتشاطت وجت في العارضه، هي دي بس المشكله بس في خط الدفاع شويه. لكن حجازي ولونش لا مقدمين بشكل كويس، الكور عاليه معظمها واخدينها، بيعرفوا يطلعوا بالكره من تحت بشكل كويس، هي بس شويه احمد فتوح شويه. اكرم توفيق كان عنده مشاكل دفاعيه او ولا شايف ان هو عمل اللي عليه الراجل امبارح وكان مقدم بشكل كويس؟ لا اكرم توفيق من الناحيه الدفاعيه بتاعته يعني ما شاء الله هايله، صحيح. هي بس ناقصه الحته الهجوميه شويه في اكرم، بس بتتعوض بمحمد صلاح، بتتعوض بحد من نص الملعب يقدر يعوضها، لكن اهم حاجه في الحته الدفاعيه كان مقدم بشكل كويس جدا. خط وسط منتخب مصر امبارح الراجل بدا بالسوليه والنني، شايف السوليه والنني كثنائيه الاثنين مع بعض ازاي؟ كانت سوليه كويسه جدا، كان بيغطوا بعض بشكل كويس، كان واحد بيطلع الثاني بيقدر بيغطيه، في تحس ان هم كان في تفاهم ما بينهم وما بين بعض بشكل كويس امبارح، ادوا بشكل كويس يعني، الواحد بيزيد واحد بيقف، الثاني بيزيد الثاني بيقف، بيعرفوا يغطوا الحته الدفاعيه من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، فكان شكلهم كويس امبارح يعني. اتكلم عن عمر مرموش الاول، هو واحد من النقاط الايجابيه امبارح في منتخبنا الوطني وصاحب الهدف الوحيد امبارح في مباراه منتخب مصر، شايف عمر مرموش ازاي وتجربته مع منتخب مصر واصرار الراجل ان هو يبدا بيه؟ عمر كان يعني زي ما انت قلت اكبر نقطه ايجابيه كانت موجوده امبارح في الماتش، اول ماتش ليه مع المنتخب، عنده ثقه كويسه جدا في نفسه، اللعيبه عندها ثقه فيه، مش خايف، مش هايب الموقف، بيروح وبيشتغل، الجون الوحيد اللي جه في مصر هو اللي جابه، صحيح. كان شكله كويس جدا، شايف ان عمر هيفرق مع منتخب مصر الفتره الجايه بشكل كبير جدا يعني. عبد الله السعيد وناس اتكلمت عن عبد الله السعيد او عن مستوى عبد الله السعيد ان هو مش احسن حاجه، شايف عبد الله عمل اللي عليه في مباراه امبارح؟ لا مش احسن حاجه زي ما الناس بتقول، فعلا هو يعني ما كانش احسن حاجه، حتى الحته البدني بتاعته ما كانتش زي مش زي الاول، الشوط الثاني البدني بتاعه قل بشكل كبير جدا. عبد الله طبعا لعيب كبير ولعيب مهم جدا، بس امبارح ما كانش بالمستوى المطلوب منه يعني، هو عبد الله عنده احسن من كده كتير وعنده يقدر يعمل فارق في منتخب مصر، لكن امبارح ما كانش مادي بالشكل المطلوب يعني. محمد صلاح فكره ان بيلعب عليه اكتر من لاعب امبارح، فكره ان هو متايد بشكل كبير جدا، هو ده اللي مخلي محمد صلاح اللي الناس بتتكلم ان لا محمد صلاح مش زي ما هو في ليفربول، هي دي الفكره؟ لا مش هي دي الفكره خالص، محمد صلاح لعيب مهم جدا، وطبعا مش انا اللي هتكلم عن محمد صلاح بس اللي حوالين محمد صلاح اللعيبه بتاعتنا اللي حوالين مش مساعده زي ما كان في ليفربول، ليفربول بيلاقي واحد واثنين وثلاثه بيساعدوه وبيساندوه، امبارح ما كانش ظاهر، بس هو وجود محمد صلاح في الملعب شيء مهم جدا يعني، امبارح محمد صلاح بيستلم في اثنين ضاغطين عليه ثلاثه ضاغطين عليه، فسايب مساحه لعبد الله وعمر ومصطفى محمد ان هم يقدروا يشتغلوا، فبالتالي لما جات الكره لعمر بيشتغل بشكل كويس. لما بيبقى في اثنين واقفين مع محمد صلاح بيفضوا الحته بتاعه عبد الله السعيد او عمر مرموش، بيعرفوا يشتغلوا بشكل كويس. طب ايه اللي ناقص من وجهه نظرك لمحمد صلاح عشان يكون بنفس القوه الهجوميه زي ما هو موجود في ليفربول؟ المسانده، بس المسانده من نص الملعب تجيله زي ما بتجيله في ليفربول، تجيله من نص الملعب، الناس اللي تحتيه يقدروا يساعدوه شويه. مين يعني لو هتيجي تقول لي لعيب، مين اللاعب اللي ممكن يكون بيساعد محمد صلاح؟ اكرم توفيق يمكن من اللعيبه اللي هو بيعتمد بشكل كبير جدا على الدفاع، الناحيه الدفاعيه ما بيتقدمش. ما انت بتتكلم عن نص الملعب يعني، النني مثلا لازم يبقى فيه مسانده من النني لمحمد صلاح او عمرو السولي، اي حد من نص الملعب اللي بيبقى موجود في نص الملعب لازم يساند محمد صلاح بشكل كويس عشان محمد صلاح يقدر ياخد الحريه بتاعته، يقدر يخش لجوه، يقدر يطلع لبره، يبقى فيه مسانده من نص الملعب يقدروا يساندوه عشان ياخد حريته زي ما بياخدها في ليفربول. مصطفى محمد ومصطفى برضو علامه استفهام كبيرة على الظهور لمصطفى محمد على المستوى، مصطفى محمد فاقد الاحساس بالكره، ما بيشاركش بشكل مستمر، ما عندوش فاقد حس التهديف بعيد عنه جدا جدا بقى يعني، باني امبارح ثلاث كور في الهيدر بتاع مصطفى محمد كانش بيضيع الحاجات دي، ولا في الزمالك ولا اول ما راح جلات سراي كان بيضيع الحاجات دي، امبارح كان في كره طالع لوحده تماما ما فيش حد مضايقه خالص، ما فيش برضه حطها ضعيفه في ايد الجول، مصطفى محمد ما كان الحاجات دي ما كانش بتضيع منه خالص، فان هو بعيد عن الملعب وبعيد عن المشاركه بشكل اساسي مع جلاتا سراي مأثر على مصطفى محمد امبارح في الماتش وفي الاداء بتاع مصطفى محمد. شكل تغييرات امبارح كيروش مع منتخب مصر وتغيير الشكل الخططي بخروج عبد الله السعيد ونزول طارق حامد وابتدى يلعب ب 4-3-3، شايف الشكل ده ازاي وهل هو ده الشكل اللي ممكن يكون بيلعب بيه في المباراه اللي جايه؟ اعتقد ان هو غير الشكل ده في اخر نص ساعه في الماتش، فاعتقد ان هو هيبدا بيه الماتش الجاي، خصوصا ماتش ليبيا في ليبيا هيبقى ماتش صعب جدا. وعلى ملعب ليبيا انا لعبت سنه في ليبيا فعارف الملعب بتاعهم اللي هيلعبوا عليه، ملعب ضيق جدا ترتان، هتبقى الامور صعبه، فاعتقد ان هو الشكل اللي لعب بيه في اخر نص ساعه هو اللي هيبدا بيه الماتش.
من وجهة نظرك ليه غير في فكر او في الشكل الخططي؟ ايه اللي خلاه يعمل كده؟ هل بسبب ان عبد الله السعيد بدنيا مش احسن حاجه فغير ولعب 4-3-3، ولا هو الشكل ده اللي هيشتغل بيه هناك عشان يقدر مقفل هناك بيبقى عامل كثافه عدديه في نص الملعب؟ هو عبد الله فعلا زي ما انا قلت لك هو بدنيا مش احسن حاجه، وكمان ما عندوش البديل اللي هو كان موجود مفروض قفشه ان هو ينزل يكمل نفس الخطه اللي هو عايز يلعب بيها. فاعتقد ان هو لما طلع عبد الله ونزل طارق الثلاثه في نص الملعب يبقى اعتقد ان يعني احتمال كبير جدا يبقى ده الشكل اللي هيبدا بيه ماتش ليبيا هناك، ان هو يبدا بطارق. ده الشكل الانسب بالنسبه للراجل، ولا ده الشكل الانسب بالنسبه لان انت بتلعب خارج ارضك، بتلعب على ملعب زي ما انت بتقول انت لعبت في ليبيا سنه وعارف الملاعب هناك شكلها عامل ازاي، فالاحسن ان هو يلعب بالطريقه دي. ده الشكل الانسب في بدايه الماتش الجاي اللي هو هنبدا بثلاثه واحد واحد وقدامه اثنين، ده الشكل الانسب ان انت تبدا بيه الماتش الجاي. حتى الماتش يعني في بدايه الشوط الاولاني تامن نفسك وتامن الحته الدفاعيه بتاعتك وممكن تغامر بعد كده في الشوط الثاني، لكن ده الشكل الانسب اللي هو الراجل ممكن يلعب بيه الماتش الجاي او يبدا بيه. شايف يلعب بسترايكر صريح مصطفى محمد او احمد حسن كوكا ايا كان مين المهاجم، ولا يلعب بشادو سترايكر ممكن نشوف اي لاعب تاني؟ لا هو يعني زي ما هو بادئ كده بمصطفى محمد لازم يبقى فيه حد في النص يشغل الاثنين المساكين سترايكر صريح بالظبط عشان يقدر عمر يشتغل زي ما كان بيشتغل وزي محمد صلاح يقدر يشتغل زي ما كان بيشتغل. يعني عمر هيقدر يشتغل بنفس اللي كان عامله هنا بنفس الفكر بنفس كل حاجه، ولا بعد ما خلاص الراجل شافه ودرس كويس جدا التحركات او ان انت بتعتمد بشكل كبير جدا من الناحيه دي؟ يعني اغلبيه لعبك امبارح من ناحيه عمر مرموش بالظبط. اعتقد في المباراه اللي جايه هيبتدي كليمنتي يقفل على حته عمر مرموش، مش هيبقى عنده نفس المساحه اللي واخدها بالظبط زي ما انا يعني بس اعتقد ان عمر عنده القدره ان هو بيقدر ينزل بيقدر يستلم الكره من تحت ويجي من تحت بسرعته وبقوته وبالمهاره بتاعته بيقدر يشتغل. فاعتقد لو قدر يعمل الحته دي هيفرق معانا كتير في الماتش الجاي. شايف ان منتخب مصر هيلعب بطريقه دفاعيه في المباراه اللي جايه؟ يعني كيروش هيبقى بيلعب بتحفظ، هيبقى بيلعب بطريقه دفاعيه هناك، ممكن يبقى نفس فكر ان انا اخد نقطه من هناك هو ده اللي انا محتاجه، ولا هيلعب بطريقه هجوميه نفس طريقته اللي بدا بيها هنا؟ لا انا لو بدات ان انا عايز انزل اخد نقطه واحده بس هخسر ماتش، هيبقى بالنسبه لي الامور صعبه. لكن انا نازل عايز اكسب الماتش، المكسب جه تمام ما جاش يبقى انا ما خسرتش الماتش، اقدر اخد نقطه. لكن لو انا نازل عايز نقطه من الماتش لا ما اعتقدش يعني هيبقى الامور صعبه. ولو دخل فينا جون في اول ماتش هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنا هناك في ملعب ليبيا، يعني مع فرقه ليبيا فرقه كويسه وعندهم لعيبه كويسه جدا فالامور هتبقى صعبه. يعني من سلبيات منتخب مصر اللي شفتها امبارح كانت ايه؟ يمكن كان عندنا قطع كرات كتير في نص الملعب سواء من النني او من السلاي، شايف ايه السلبيات اللي كانت ظاهره امبارح لمنتخب مصر؟ انا بالنسبه لي اكتر سلبيه كانت ظاهره امبارح منتخب مصر ان ما كانش في شوتينج من نص الملعب. كان بالنسبه لليبيا كانت مقفله كويس جدا، كان عندهم دفاع منظم بشكل كويس. فاعتقد الحل اللي كان موجود لمنتخب مصر ان كانت نسبه الشوتينج تبقى اعلى شويه. الكره الوحيده اللي اتشاطت صح وكويسه دخلت الجون بتاعت عمر مرموش صحيح. لكن السلية والنني والناس بتاعت نص الملعب لا نسبه الشوت قليله جدا. لو في نسبه شوت عاليه لا كان ده راجع ليه يا عبد الله؟ يعني ده راجع هل للاعب اللعيبه اللي موجوده عندنا، ولا راجع للمدير الفني ما بيشتغلش معاهم على ده، او مش مديهم من ان انت لا نفذ شوت من بره كتير؟ لا هي بترجع للعيبه، اصل انا يعني انا مديرك المدير الفني انا بدي خطوط عريضه وانت بتنزل تادي في الملعب. انا مش هنزل الملعب اقول لك لا شوت دي لا باصي دي لا، انت بتبقى راجع للعيب اللي في نص الملعب او راجع للعيب نفسه في الملعب. لما بيجي لك فرصه شوت لازم تبقى شوت، لازم الشوت موجود، لازم اهدد الفرقه اللي قدامي بكل الطرق، شوتينج كروسات بوان تو باي حاجه، لازم الفرقه قدامي تتهدد بكل بالطرق الموجوده. فالنني والسلية لا يعني دي كانت اكتر سلبيه بالنسبه لي ظهر امبارح ان قله الشوط موجوده من نص الملعب جدا. منتخب ليبيا امبارح يمكن ما كانتش هجماته كتير بالظبط، ولكن كانت هجماته مؤثره على محمد الشناوي، شايف ده ازاي؟ لا هو منتخب ليبيا عندهم حته الكره العرضيه مهمه جدا بالنسبه لهم، الكره الثابته عندهم مهمه جدا بيعرفوا يشتغلوها كويس. ده لو ده اللي بيدل ان هم عندهم فراوده كويسه بتعرف تخلص في الحته ال 18 او بتجيب اهداف من انصاف الفرص صحيح. فدي مشكله كبيره لو ما خدناش بالنا منها الفتره الماتش الجاي. ممكن نعمل ايه عشان تقدر تخرج من حاجه زي دي او تتغاضى عن العرضيات بتاعه منتخب ليبيا اللي انت بتتكلم عنها؟ ما هو التركيز من الحته الدفاعيه بقى سواء من اكرم الاول او من فتوح لو هيبداوا الماتش الجاي امنع الحته العرضيات دي. طول ما انا مانع الحته العرضيات بتاعتهم دي انا في امان بالنسبه لي، ولو العرضيه اتعملت لازم التغطيه العكسيه تبقى كويسه جدا. فتوح عنده مشاكل دفاعيه من وجهه نظرك؟ من وجهه نظري اه عنده الحته التغطيه العكسيه قليله شويه او بيسرح فيها شويه. لان الكره بتاعت امبارح دي لو هو واقف مظبوط او في المكان المظبوط كان طلعها سهل جدا طبعا. لكن لو هو طول ما هو سرحان بيبقى عنده حته مشكله شويه.
اللي بيميز عمر مرموش بالنسبه لك؟ يعني انت شفت امبارح اتفرجت على الماتش كله، ايه اللي ميز عمر مرموش بالنسبه لعبد الله؟ عنده ثقه في نفسه كبيره جدا. مش خايف، مش هايب الموقف. يعني اي لعيب بيبقى اول ماتش ليه منتخب مصر وفي مصر وماتش حاسم زي دوت، بيبقى عنده شويه قلق، شويه نسبه قلق. لا، هو الراجل عنده ثقه في نفسه كبيره جدا، مش هايب الموقف. بينزل يستلم وبيشتغل وبيعدي وبيساعد الفرقه وبيعمل باص، يعني كانه بقى في المنتخب بقاله سنتين ثلاثه مثلا، ما عندوش مشكله. فهو طول ما هو عنده ثقه في نفسه ومش هايب الموقف، لا، الامور بالنسبه له ما شاء الله يعني كويسه جدا. طارق حامد وواحد من اللعيبه المهمين في نادي الزمالك، ويمكن كان قاعد على الدكه، نزل الشوط الثاني مع منتخب مصر، اول نزوله خد انذار، تفسر ده بايه؟ يعني طارق كان عنده هو عشان مندفع، هي دي طريقه طارق حامد على هو طول. دي طريقه طارق حامد، ان هو بيلعب برجوله مندفع، يعني بيلعب بشكل خشن جدا. هو طارق عايز، بيخاف على منتخب مصر وعايز يحافظ على النتيجه، فبالتالي بيقدر يغطي الحته دي. فلما جه غطى حاول ان هو يعمل فاول فخد الانذار. يعني بس طارق يعني انا بالنسبه لي مهم جدا، ومن اهم اللعيبه اللي موجوده في المنتخب في الحته بتاعت مركز سته دي. لا، لعيب مهم جدا ولا غنى عنه. يعني امبارح شفنا تغييرات هجوميه لكليمنتي في منتخب ليبيا، شايف ان الشكل اللي ظهر بيه في الشوط الثاني او اللي نهى بيه المباراه هو ده الشكل اللي هيبدا بيه في المباراه اللي جايه؟ لا، ما اعتقدش. يعني اعتقد ان هو هيبدا بنفس التشكيل، هيبدا يعني هيبدا زي ما هو كان محافظ كده، برده مش هيحاول ان هو ما يخشش فيه جون، لان لو دخل فيه جون هيبقى فيه مشكله بالنسبه له. فهو اعتقد ان هو هيبدا بنفس الشكل، هيبدا بنفس الاسلوب اللي بدا بيه، ويقدر الشوط الثاني يقدر يغامر او ينزل الفروده بتاعته او ينزل اللعيبه الكويسه بتاعته، يقول الشوط الثاني يقول لك اخطف جون مثلا ولا حاجه. من وجهه نظرك ايه اضعف خطوط موجوده في منتخب ليبيا؟ الخط الدفاع بالنسبه له. انا بالنسبه لي خط الدفاع عنده مشكله، ان هم الخطوط فاتحه شويه او موسعه عن بعض شويه. فلما بتستلم والحته اللي في النص اللي ورا الديفندرات دي بتبقى فاضيه دايما، اللي هي عمر شاط منها، اللي عمر مرموش شاط منها وجاب منها الجون دي. لو في حد يبقى موجود هنا، ده مكان عبد الله السعيد، لو موجود هنا ويقدر يستلم ورا الديفندرات ويقدر يلعب اللعيبه، هتبقى بالنسبه لنا نقطه مميزه جدا. لكن هم عندهم الحته في جاب ما بين الديفندرات والمساكين بتوعه، في حته فاضيه في النص. حارس المرمى شايفها ازاي؟ حارس المرمى اللي منتخب ليبيا امبارح شفته ازاي؟ محمد نشنوش انا عارفه من ايام كنت بلعب في ليبيا. لا، هو جون كويس جدا وعنده ثقه في نفسه، بس يعني الحته اللي هي اللي عنده مشكله في برضه في حته الشوتينج في اللي على الارض. هو عنده مشكله كبيره جدا في الحته اللي على الارض. يعني لما كنت بلعب في ليبيا كان عنده مشكله في الحته دي على طول. بس الله اعلم دلوقتي طورها ولا لا، بس هو جون كويس من الاجوان الكويسه جدا في ليبيا. يعني حمد الهوني يمكن امبارح واحد من نجم نجوم منتخب ليبيا، كان قاعد على الدكه امبارح، شايف وجوده مؤثر بنسبه قد ايه مع منتخب ليبيا في المباراه اللي جايه؟ لا، حمد الهوني لعيب كويس جدا ويعني مؤثر. ان هو ما كانش موجود امبارح لا اثر على منتخب ليبيا بشكل كبير. بس هم عندهم برضه لعيبه كويسه ثانيه موجوده في الحته دي تقدر تغطي حمد الهوني. لكن هو حمد الهوني لعيب كويس جدا، يعني هو اثر عليهم امبارح. لو موجود الماتش الجاي هيفرق معاهم او هيعمل شغل معاهم كويس. يعني اخيرا، توقعاتك ايه لتشكيل منتخب مصر في مباراه ليبيا اللي جايه؟ 4-3-3 زي ما نهى بيها، اللي هو نهى بيها طارق وقدام السولية والنني. لا، هيبقى هيأدوا بشكل كويس. يعني انا اعتقد ان هو هيبدا بالشكل ده. يعني عبد الله، خلينا يعني نقرا كده مع بعض اجابات الناس على سؤال حلقتنا النهارده. طبعا كانت توقعاتك ايه لمباراه منتخب مصر امام منتخب ليبيا ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي؟ خلينا نشوف كده بعض اجابات حضراتكم. حسن مجاهد كتب 2-1 لمصر ان شاء الله، مرموش ومحمد صلاح. سعد محمد كتب فوز المنتخب الوطني، 1-0 اهلاوي وافتخر. محمد حماده كتب ان شاء الله المنتخب بيحقق المكسب 2-1. ابراهيم فتحي كتب اتوقع التعادل 1-1، منتخب مصر مع ليبيا يوم الاثنين ان شاء الله، محمد صلاح يجيب هدف. وتحياتي ليك ابراهيم. اخيرا، توقعاتك للماتش هناك، قادرين ان شاء الله ناخد 3 نقاط من ليبيا هناك؟ ان شاء الله قادرين باذن الله. ان شاء الله يعني لو ادينا بالشكل اللي احنا ادينا بيه امبارح او احسن شويه، لا ان شاء الله قادرين ناخد المباراه باذن الله. نورتني يا عبد الله، ودايما بستمتع بوجودك معايا حبيبي. يا ربنا يخليك، انا اللي والله بتشرف ان انا موجود معاك. حبيبي. والله حبيبي. مشاهدينا، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده ان شاء الله من بيون تايم. نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. دمتم في امان الله.